اوكي النهارده هناخد اول حاجه او اول بوينت وي ار جوينت تو كفر ان ذيس ليكتشر او باي ذا اند اوف ذيس ليكتشر وي ار جوينت تو كفر ذوز بوينتس. اول حاجه ذا نيم اوف ذا توث سيرفيسز دي فيري امبورتنت وهنتعرف عليها كويس عشان بعد كده باقي الليكتشر هتعتمد عليها. يعني بعد ما نعرف ذا نيم اوف ذا سيرفيسز هنبتدي نتكلم على الديفيجن into thirds اللي هي surface how to be divided into thirds. هنتكلم على line and point angles كل two points دول depending على point number one اللي هي two surfaces وانا جايبه لكم models معايا عشان نشوفها. ثم بعد كده هنبتدي نتكلم على الماكرو والمايكرو anatomy of the teeth. ماكرو anatomy معناها ال parts of the tooth يعني لو مسكت tooth كده بتتكون ايه ال parts بتاعتها. المايكرو اناتومي معناه لو انا خدت سكشن انسايد ذا توث ايه هي التيشز او الهارد تيشز والبارتس اوف ذا توث. ثم هنتكلم على بوينت اسمها اناتوميكال اند كلينيكال كراون. دو تيرمز يا جماعه تيرمز هتاخدوها بعد كده ان شاء الله في بعض المواد الاخرى. واخر حاجه هنتكلم على البريدونشيوم بارتس وبرده البريدونشيوم بارتس فيري امبورتنت عشان ليتر اون في موديولز ثانيه لما يجوا يكلموكوا على البريدونشيوم مثلا في زي مثلا موديول زي ميديسن هيبتدي يكلمك على الباثولوجيكال كيسز او الحاجات الاب نورمال اللي ممكن تشوفها او الامراض اللي ممكن تشوفها في البريدونشيوم. فحضرتك هتاخد البريدونشيوم بارتس اللي اكوردنجلي هتاخد بعد كده او هيتبني عليها الحاجات الاب نورمال اللي حضرتك هتتعرف ازاي تعالجها. طيب زي ما اتفقنا انا هبدا باول حاجه بالتوث سيرفيسز. بالنسبه للتوث سيرفيسز حضرتك عارف انه التوث بتاعتك بتبقى هنتعامل معاها عشان نتعرف على النيم اوف ذا سيرفيسز از اف التوث دي عباره عن بوكس بوكس 3 دي. يبقى هنتعرف على التوث سيرفيس از اف اتس ا بوكس 3 دي. هتقولي بس السيرفيس يا دكتور ساعات بيبقى فيه حاجات اليفيتد ساعات بيبقى فيها حاجات ديبرست. لا انا هتعامل على السيرفيس از انه ا سيرفيس اوف ا بوكس. إن شاء الله the next lecture you are going to have the elevations and depression names. يعني هتتعرف على الحاجات العالية والحاجات المنخفضة اللي على سطح التوث. أي توث في الأورال كافيتي هتتعرف على أساميهم specifically وهنسميها محاضرة اسمها elevations and depressions اللي بيها بعد كده كل ما أذكر واحد من elevations أو واحد من depressions هقولك على اسمه خلاص مش بالضرورة أن أنا أشرح أعرفك على الأماكن بتاعتهم واسمهم إيه elevations with depressions. طيب ده الليكتشر الجايه. تعالوا اول حاجه نمسك اول سيرفيس في التوث اللي هو الفيشيال سيرفيس. يعني ايه الفيشيال سيرفيس؟ يعني السطح الخارجي للسنه. حضراتكم شايفين السكال؟ يا دكتور كاتم كنت حضرتك ماسكه لو انا عملت السكال كده انتوا شايفين السكال؟ تمام حلو حلو قوي. لو انا ببص على السكال بتاعتي دي طبعا التيث بتاعتها واقعه بس مالناش دعوه. ادي شكل حضرتك او البوني بارت بتاعت حضرتك without lips and cheeks. يعني ايدي تعتبر اللبس والتشيكس او السوفت تيشوز اللي بتبقى من بره على السكال. لو انا بصيت على السيرفيس اوف ذا تيث فور ذا ابر اند ذا لور اور ذا ماكسيلري اند مانديبلر تيث اللي من بره ده لو انا بصيت عليه هسميه نسبه انه بيبقى covered from outside by the face اللي هو اللبس والتشيكس هسميه ذا facial surface. facial نسبه للفيس. يبقى لو انا بصيت على السطح الخارجي for the upper and the lower السطح الخارجي ده اللي انا بغطيه باقي الفيس بيغطيه السطح الخارجي بتاع السكال دي من بره اسمه ذا facial surface. في مشكله؟ طيب الفيشيال سيرفيس بتاع الانتيريور تيث المفروض الابر اند لور انتيريور تيث. خدنا كلمه انتيريور تيث المره اللي فاتت. كلمه انتيريور تيث معناه الانسايزرز والكنايز. هنا في السكال دي لو انا بصيت على الانسايزرز والكنايز الاقي الانسايزرز والكنايز هنا كفرد وذ ذا ليب. يعني لو انا بصصتكم على الانسايزرز والكنايز بتوعي هلاقيهم they are covered with the lip. So the facial surface for the anterior teeth ممكن اسميه اسم تاني اسميه ايه؟ اسميه the labial surface.
يعني لو انا بصيت على البرزنتيشن وبصيت على ده الابر وبس برضو اللور نفس الحكايه. السيرفس ده حضرتك يجوز تسميه تو نيمز، ايذر فيشيال سيرفس اوف انتيريور تيث، وتو بي مور سبيسيفيك هذا الفيشيال سيرفس اوف انتيريور تيث اسميه ايه؟ هسميه ذا ليبيال سيرفس. في مشكله في كده؟ في مشكله يا شباب؟ طب ردوا عليا دكتور. يعني الليبيال هي ال هو الصوت واطي تقريبا. تاني يا جماعه لو انا ببص على السكال دي خالص ايه؟ ايه يا جماعه في مشكله ولا ايه؟ لا لا يا دكتور تمام. طيب لو انا ببص على طيب لو انا ببص على شكل السكال دي وشكل السكال دي لو بصيت عليها ولقيت اني عايزه اعمل نيمينج فور ذا سيرفيس من الخارجي، السيرفيس اللي هو لو زي ما انت شايف ده السكال، السكال دي المفروض انا مش عارفه اشتغل بالمايك واشتغل مش الصوت بيقول واطي. يا جماعه انتوا الصوت كده برضو واطي عندكم ولا كويس؟ لا واطي يا دكتور. لا كويس يا دكتور. كان احسن. كويس بقى. دكتور قصدي حد ما تشرح يعني يا جماعه عشان مش هتعرف تمسك المايك. اه بالظبط دكتور شامل بيحاول يساعدني كده. انتوا الصوت كويس ولا ايه؟ اه كويس تمام ماشي. ايوه كويس. طيب لو انا ببص على السكال قلت لك السكال معناه ذا بوني بارت، انت عندك البون انما اللبس والتشيكس مش موجوده، فهعتبر اللبس والتشيكس هي ايديا. ادي اللبس والتشيكس هي اللي كفرنج ذا اوتر سيرفيس اوف ذا تيث. في مشكله لو انا شلت اللبس والتشيكس؟ لا فيري جود. لو انا شلت اللبس والتشيكس بتاعت الشخص ده هيبان لك سطح خارجي في الابر واللور، اوتر سيرفيس فور ذا ابر اند لور تيث. ده اسمه ايه؟ هنسميه فيشيال سيرفيس. ده جلوبال كده جنرالي بسمي السيرفيس الخارجي ده اللي هو لو شلت اللبس والتشيكس يبان عندي هسميه ايه؟ هسميه فيشيال سيرفيس نسبه ان هو موجود خارجي نسبه للفيس اوف ذا هيومن بينج. طب لو انا جيت سبيسيفيكلي قلت لك ذا فيشيال سيرفيس بتاع الانتيريورز بس، هم مين الانتيريورز دول؟ خدهم المره اللي فاتت الانسايزرز والكينينز. ذا فيشيال سيرفيس فور ذا انسايزرز اند كينينز بيبقوا كفرد وذ ذا ليب، متغطين باللب. لو انا شلت اللب فور ذا انتيريور تيث ممكن اسمي الفيشيال سيرفيس فور ذا انتيريور تيث فقط ليبيال سيرفيس. ايش معنى؟ لان هما كفرد وذ ذا ليب. يبقى اقدر تو ديفاين ذا ليبيال سيرفيس ات از ذا فيشيال سيرفيس اوف انتيريور تيث سبيسيفيكلي. في مشكله؟ طيب لا تمام. نفس الحكايه فور ذا بوستيريور، اتفقنا for the upper and the lower posteriors السطح الخارجي ده اسمه فيشيال برضو، صح ولا غلط؟ صح. اه تمام صح. هذا الفيشيال سيرفيس of posterior teeth يجوز اسميه اسم تاني سبيسيفيك على البوستيريور تيث، هسميه ايه؟ اسميه بكال سيرفيس. اسميه ايه؟ بكال سيرفيس. اشمعنى سميناه بكال؟ ما بحبش اقول الاسم وامشي. سميناه بكال لان لما تيجي تاخد في الاناتومي في مصل موجوده في التشيك بتاعتك، المصل دي اسمها بك سينيتور مصل. في مصل هنا في خدك، العضله اللي في خدك دي اسمها بك سينيتور مصل. فبما ان الاوتر سيرفيس اوف بوستيريور تيث كفرد وذ ذا تشيك اللي جواه البك سينيتور مصل هسميه ايه؟ هاخد اول حته من باك سينيتور واسميه بكال سيرفيس. حالا حد هيسالني يقول لي طب ما نسميه بالنسبه للتشيك، يعني هل يجوز اسمي السطح ده تشيكال سيرفيس؟ وحشه قوي يعني ايه تشيكال سيرفيس ده؟ فانا بسمي السيرفيس الفيشيال فور ذا انتيريور والسيرفيس الفيشيال فور ذا بوستيريور اكوردنج تو ذا مسل كفرنج ات. في مصل هنا عندي ليب اسمها ليبيال سيرفيس، فهسمي الاوتر سيرفيس بتاع الانتيريورز ايه؟ ليبيال سيرفيس. المصل هنا اسمها ليبيال مصل اللي هي المصلز اللي في اللبس. اما
المسلز اللي في التشيك اسمها باكسينيتر مسل، فهسمي السيرفس الخارجي بتاع الابر واللور بوستيرير تيث. فكرينا بالبوستيرير يا دكتور، بريمولرز اند مولرز، فهسمي السطح الخارجي ده في البوستيرير. في مشكله يا جماعه؟ السطح الخارجي البوستيرير تيث هسميه ايه؟ هسميه بكال سيرفس نسبه للباكسينيتور ماسل اللي جوه التشيك. جميل يا جماعه؟ يبقى اقدر اعمل كده زي ايكويشن، هقول لك ذا فيشيال سيرفيس ايكوالز بكال سيرفيس اند ليبيال سيرفيس. يبقى جنرالي تقدر الليبيال سيرفيس والبكال سيرفيس الاثنين على بعض بوف اسميهم فيشيال. يبقى هتيجي تكلمني عن السيرفيس ده تسموه لي فيشيال، تكلمني عن السيرفيس ده فيشيال هقبلها منك. انما لو بتتكلم على الفيشيال اوف انتيريرز لازم تقول لي اسمه ليبيال، ولو بتتكلم على الفيشيال اوف ذا بوستيريرز لازم تقول عليه بكل، ما ينفعش تقول على ده بكل. فهمنا؟ ولو بصيت كده اه تمام. Presentation, this is the labial surface for the anterior teeth and those are the buccal surfaces of the posterior teeth. ده بكل وده بكل وده بكل وده بكل. برضه for the molars and premolars الجزء اللي covered with the bluish color ده اسمه the buccal surface. ماشي يا جماعه؟ انما لو بعمل بالبوينتر كده يجوز تقولوا لي ايه دول اسمهم ايه؟ فيشيال سيرفيس بتاع كل التيث بقى انتيريو بوستيريو. حلو؟ في مشكله؟ اكمل دكتور ممكن اخر حته؟ ولا حاجه، انا بقول ان السيرفيس الاوتر ده فور ذا انتيريرز از ويل از بوستيريرز اسمه فيشيال سيرفيس. If we are talking about the outer surface of anteriors فقط اسميه فيشيال، اسميه ليبيال. If you are talking about the facial surface of the posteriors فقط اسميه بكل بس خلاص. تمام يا دكتور. تمام. ادي السكال ده another view. الشخص ده لو شلت الليب والتشيك بتاعته السيرفس اللي بيظهر الخارجي ده اسمه facial. بس لو هتكلم على الانتيريورز بس facial of anterior سميناه unmute وقولوا لي facial of the anterior سميناه ليبيا. facial of the posteriors سميناه بكل. very good. خلاص طيب ادي برضو الشخص ده، بصوا جايبه لكم اشكال لذيذه اهو. الشخص ده شلت له الليب والتشيك وسميت الجزء اللي هو لونه colored with white ده، هو ده بقى يا جماعه الفيشيال سيرفيس بتاعه. واتفقنا for the anterior اسمه labial، for the posteriors اسمه بكل. اهو الحاجه اللي قلناها ان الفيشيال ايكوالز ليبيال اند بكل اول توجذر. طب امال الانر سايد سيرفيس بقى الجزء الداخلي بتاع التيث الانر سيرفيس اسمه ايه؟ الانر سيرفيس بتاعي فور ذا ابر اند ذا لوور بوث هسميه لينجوال سيرفيس. اسميه ايه؟ لينجوال سيرفيس نسبه للمسل بتاعه التنج. ما احنا تملي بسمي غالبا نسبه للمسل قريبه من التيث. المسل بتاعه التنج ده اللي عمال طالع نازل في الاورال كافيتي جواه مسل هتعرفها في الاناتومي اسمها لينجوال مسل. فسميت السطح الداخلي اللي هو if you close your teeth you can move your tongue anteriorly right and left هتلمس السطح ده. لو قفلت اسنانك وابتديت تحرك من غير ما تتكلم طبعا، تحرك your tongue inside أو the inner side of the teeth, this is the lingual surface of the teeth. ده الجزء اللي بسميه the lingual surface أهو الداخلي للتيث. تمام؟ بعض ال text books أو بعض الأحيان the lingual surface of the upper or the maxillary teeth فقط بسميه palatal surface instead of lingual. يبقى lingual surface for the upper as well as for the lower teeth. Both ممكن أسميهم lingual surface. ولكن اللينجوال سيرفيس بتاع الابر تيث فقط ب
بسميه ايه؟ بسميه ممكن اسميه palatal. نسبة للبالت على فكرة سقف الحلق بتاع حضرتك اللي هي اللي هو الروف بتاع your mouth, الروف ده عندنا اسمه البالت, هتاخدها بعد كده. فالسيرفس الانر سيرفس اوف ذا ماكسيلري تيث يو كان نيم ات بوث ايذر palatal اور lingual. سؤال, هو ينفع الانر سيرفس بتاع المانديبلر اسميهم palatal؟ ينفع؟ لا يعني واحد بس لا يا دكتور ما ينفعش صح؟ يبقى option 2 names ده موجود في الـ inner surface of the maxillary teeth بس. You can name it as maxillary, you can name it as you can name it as palatal, you can name it as lingual, both are correct. ولكن for the lower teeth, anterior and posterior الاثنين, anterior and posterior, the inner side surface of the lower teeth, you just name it as ايه الصوت ده يا جماعة؟ يا جماعة please mute yourself. يا جماعة انتوا ليه ما بتعملوش mute please mute. طب ورينا يا دكتور. نعم يا دكتور. ايوه دكتور ممكن تعيدي تاني اخر بوينت علشان على السكال بقى يا دين. على السكال بص يا اولاد, لو انا بصيت على السكال انا عايزه دلوقتي اوريكم الانر سيرفيس اوف ذا تيث اللي هو الجزء الداخلي بتاع التيث اللي هو ده, شايفينه كلنا؟ يور تانك از بريزنت هير, التانك بتاعك موجود في الحته دي بس كان لازم الفه كده عشان تشوفه. الانر سايد سيرفيس of the teeth for the anteriors and posteriors both, يعني الاثنين اقدر اسمي السطح for the upper and the lower of all teeth اسميه lingual. تمام؟ ولكن for the upper teeth لو انا ببص على الابر في اوبشن تاني عندي. لو انا بقى الابر بالذات هشيل كده المندبل وابتدي اوريك كده. بالنسبة لي السكال the inner side of the upper teeth anterior and posterior, ال inner side بتاعهم for the maxillary بس ممكن اقول عليه اسمين, لا اما اقول عليه lingual لان التنج طالع نازل او related برضو للتنج في الماوث, لا اما اسميه اسم اخر نسبة لجزء قريب من الابر فقط الابر teeth بس, دي اسمها البالت. سقف حلقه حضرتك ده اسمه البالت. فممكن الانر سايد اوف ذا تيث اي كان نيم ات انذر نيم جاست فور ذا ماكسيلري تيث اس باليتال سيرفيس. يبقى السطح بتاع اي توث من اللينجوال سايد او من السايد الانر ده يو كان نيم ايذر لينجوال اور يو كان نيم ات باليتال. ده في الابر فقط, ده في الابر فقط. طب وبالنسبة للمانديبل, المانديبل الـ inner side of the teeth ده you can name it just the lingual surface, السطح ده لأيا كان anterior or posterior you can name it the lingual surface. في مشكلة يا جماعة؟ حد تاني عايز أشرحها تاني ولا خلاص؟ No يا دكتور كويس كويس قوي. يبقى we took احنا خدنا two surfaces دلوقتي. ممكن can anyone name it ال side ده ايه اللي خدناهم؟ two sides, خدنا two sides. حد يقول لي عليهم؟ facial 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 ده facial for the anterior we can name it labial the posterior teeth. هذا ال facial you can name it buccal. For all teeth, upper and lower, the inner surface, you can name it? Lingual. بس في option, الأبر بس واخده, الأبر بس, المكسيلري بس واللي واخده, الأوبشن ده, إن ال inner surface of the teeth, we can name it another name instead of lingual, we can name it palatal. الابر الانر سايد بتاعه عنده اسمين, palatal او lingual, both are correct.
but for the lower لا هو ما فيش الا اللينجوال بس. خلاص very good. ادي البالاتال بصوا كده ادي البالاتال. This is another name for the inner surface of the maxillary or the upper teeth. بصوا يا اولاد اهو lingual for the upper and lower الجزء الداخلي ده اللي عليه stains ده اسميه lingual for the upper or for the maxillary as well as for the mandibular. But we can name another name for the upper, just for the upper. The inner surface ده ممكن اسميه upper for the upper بس اسميه palatal كمان another name. حلو قوي. تعالوا نتكلم على sides of the teeth. اي tooth لو ده مثلا molar والmolar ده موجود in my mouth تصوروا ده موجود في your mouth ده molar ماشي عشان بقى يعني يبقى صح انت upper ولور مش متعرفه دلوقتي ده molar upper molar اهو بس انا هعدله بس عشان اشرح لكم المولر ده المولر ده موجود in your mouth كده قاعد كده السيرفس ده اسمه اهو السيرفس الخارجي ده اسمه ايه الاوتر سيرفيس ده اسمه ايه يا شباب بكل او الالفيشيال صح اللي قال بكل صح both are correct طب واللي ورا ده اللي ناحيه ماي تانج لينجوال اسمه لينجوال في مشكله اي توس في الدنيا عندها سايد صح ولا غلط ايه السايد تمام يا دكتور تمام السايدز اوف ذا توث where it is neighbored with another tooth. كل tooth جنبها neighbor another tooth. في مشكلة؟ زي الصورة. ادي المولر بتاعت it is neighbored with a premolar from this side and another molar from the other side. في مشكلة؟ لا يا دكتور تمام. لا يا دكتور. حلوة قوي. التو سايدز على بعض الجناب على بعض ازيف كده انك بني ادم واقف جنبك شخص اخر من ناحيه دي وشخص اخر من ناحيه ده يور تو سايدز التو سايدز على بعض ممكن اقول لك اسمهم بروكسيمال كلمه بروكسيمال معناها ذا تو سايدز اوف ا توث يعني لو مسكت لك توث زي دي كده السايد ده والسايد ده ذا تو سايدز اوف ذا توث اسمهم الاثنين على بعض كده اسمهم ايه بروكسيمال كده سامعيني يا حبايبي كده سامعيني اه يا دكتور اوكي طيب لو انا عندي anterior tooth زي دي التو سايدز بتوعها على بعض اسميهم ايه برضو proximal proximal طب نفرض انا عايزه اسمي كل سيرفيس انت عارف الانتيريور توث بتاعتي موجوده in my face like that the side of the tooth near to the midline القريب من خط المنتصف السجيتال لاين السايد ده لوحده هسميه ميزيال سيرفيس مش ميديال ميزيال with s This other side, which is away from the midline, بعيد عن midline, باصص posteriorly في the oral cavity, هسميه the distal side. يبقى لو أنا عندي tooth in my mouth, with tooth in my mouth, هلاقي أي tooth في الدنيا عندها two sides. The side near to the midline, أدي midline بتاعي, خط المنتصف بتاعي. The side which looks to the midline ادي السايد ده لوكس تو ذا ميد لاين هنحط زي تو ايز كده ونشوفه هو باصص فين لو انا حطيت تو ايز هنا الاقي ده باصص للميد لاين طب لو حطيت تو ايز في السايد ده بتاع التوز دي الاقيه برده كمان باصص للميد لاين طب لو مسكت المولر ده وحطيت تو ايز على السايد ده هلاقيه هو اللي باصص للميد لاين سؤال لو حطيت تو ايز على السايد ده هيبقوا باصين للميد لاين ولا باصين بوستيريرلي Seen away from the midline. Anyway, posteriorly. Inama two side, a side which looks
or near to the midline, this is the mesial side. إذن البريمولر ده والبريمولر ده والمولر ده لو إحنا we need to identify the mesial surface, ألاقي السيرفس ده اسمه mesial والسيرفس بتاع التوث اللي بعديها ده هو اللي اسمه mesial والسيرفس بتاع المولر ده هو اللي اسمه mesial. طب what about the other side, الناحية التانية كتف ال other side, الشولدر التاني, الشولدر التاني ده distal اسمه distal which is away from the midline. و if you put two eyes هنا بصوا قدامهم تلاقيه باصص posteriorly للتيث اللي جاية وراه, فعشان كده بسمي السايد ده distal والسايد ده distal وبسمي السايد ده distal. دي مشكلة؟ تمام يا دكتور. اه يا دكتور معلش انا اتلخبطت. نعم روان انا اتلخبطت في اخر الجزئية دي, هشرحها بطريقة تانية. اتفقنا انا هعتبر ان دول التيث اللي واقفة في الأورال كافيتي, تمام؟ في مشكلة؟ البروكسيمال سايد الصورة بس ما جاتش. نعم ايه يا جماعة في حاجة؟ الصورة ما جاتش. لا انا عندي تمام, انا عندي تمام. لا انا عندي ما جاتش. تمام يا دكتور. طيب تمام يا دكتور, يا واضحة عندي يا دكتور. انت عندك اي صورة صحيح؟ بلايرز موجوده كده. هي دي, هي دي. ايوه صح صح ايوه هي دي الصور. تمام تمام. طيب انا مفروض في الكلاس روم كنت غالبا بعملها لكم بيكو, يعني بطلع بني ادمين واخليهم هم اللي نشوف فين الميزيال من الديستال بتاعهم. طب خلونا نشتغل فيهم بالطريقه دي. لو انا عندي دول مجموعه تيث قاعده في الكوادرنت, انا هعتبر نفسي واخده كوادرنت طبعا 1 2 3 4 5 6 7 8 هو المفروض اخرنا هنا, لان انتوا عارفين there are 8 teeth in each quadrant. في مشكله؟ لا يا دكتور. لا يا دكتور فاحنا معلش كروب, احنا هنعتبر انه اخر التيث اللي واقفه هنا اللي هو الشخص اللي لابس جرينش ده. لو كده بصيت انا بصة للتيث, ادي ده الفيشيال سيرفيس بتاع التيث صح, والساي الباك سايد بتاعهم او الخلف بتاعهم اسمه اللينجوال اورال باليتال. طب خلينا نتكلم على البروكسيمال. كل شخص من دول عنده تو سايدز, تمام؟ روان انت اللي ما كنتيش فاهمه صح؟ تمام يا دكتور. كل توث من دي عندها تو سايدز او تو هاندز. This is a side, this is another side. والسايد ده بيكونتاكت ذا سايد اوف ذا نيبرينج توث, يعني السايد بتاع الشخص ده كونتاكت النيبرينج سايد, السايد ده بتاع النيبرينج person, وبعد كده السايد ده contact the neighboring side بتاع اللي بعده وهكذا, زي السنان بالظبط ما هي مرصوصه في الارش, as the teeth are arranged in the arch. في مشكله؟ لا يا دكتور. حلو قوي. لو جيت بصيت ممكن حضرتك تعيدي اخر جزء تاني؟ حاضر. انا مجرد بقول لك ان we are going to crop the teeth, احنا هناخد 8 بس من البيرسونز دول وريبريزنتد بكل شخص منهم بتوث, central, lateral, canine, first premolar, second premolar, first, second and third molars. عشان كده قلت لك وقف لغاية الشخص ده. لغاية دلوقتي في مشكلة؟ لا مفيش. لا يا دكتور. اللي قلتهولك ان each person من دول is going to represent one, واحد من الأشخاص is going to represent one of each teeth, يعني ده tooth وده tooth وده tooth وده tooth. The teeth are arranged in the quadrant, الأربعة quadrants. The teeth are arranged side to side. كل سنة neighbor the side of the following tooth. يعني the tooth neighbored the side بتاع the following tooth, neighbored the side بتاع the following tooth وهكذا. كل سنة بتلمس زميلتها في السايد اللي بعده. في مشكلة في دي؟ لا تمام. تمام حلو قوي. تمام لحد دلوقتي يا دكتور. Both sides of a tooth, كل شخص من دول السايد ده والسايد ده بتاعه هسميه proximal. يبقى those are the proximal of this tooth, those are the proximals of this tooth. كل سايد كل tooth عندها two proximal sides, كل سنه عندها two sides. في مشكله؟ يعني البروكسيمال سايد هو السايد اللي لازق في التيث اللي جنبها اللي جنبه بالظبط. البروكسيمال سايدز هم
جلوبالي كده the two sides of a tooth. الجناب بتاعت السنة السايد ده والسايد ده على بعضهم كده لما عاوز اجمعهم اقولك ده proximal side. خلاص تعالوا بقى البروكسيمال دي انا مش عايزة اقول الاتنين على بعض انا عايزة اقول الجنب ده افرض عندي كارس في التوث في الناحية دي انا عايزة احدد هي الناحية دي مش البروكسيمال مش الاتنين على بعض فقلت لك the side of the tooth which looks to the midline او near to the midline هسميه ميزيال يعني لو انا مسكت التوث دي او الشخص دي ده الميزيال سايد بتاع عشان الميد لاين هنا هو فده الميزيال سايد في مشكلة طب تعالى نتكلم على التوث اللي بعديها هو السايد ده هو الميزيال ولا ايده دي هي الميزيال دي ولا دي هي الميزيال دي التانية يا دكتور دي هي الميزيال ولا دي the one on the right the one This one is the mesial. Why? Because it's near to the midline. طب تعالوا نبص بقى. لو ده خط النص ده midline. ده mesial side. ودي mesial side. ودي mesial side. وده mesial side. فهمنا يا جماعة؟ طيب لو الشخص هو نفسه عايز أبص على الديستل بتاعه هو the other side. The one which looks posteriorly. The side which touch the neighboring tooth. A side. اللي بيلمس السنة اللي بعده هو ده اللي اسمه الديستل في مشكلة؟ وطبعا كل توث عندها ميزيال وديستل ايش هو انهي تعالوا نتكلم على الارتش ده يا دكتور هو مش المفروض على حسب الميد لاين فين؟ ايوه يا دكتور طب ممكن نتكلم على التيس دي ايه رأيك؟ ده الميد لاين في مشكلة؟ تمام يا دكتور This is the incisor central incisor ده الميزيال سايد وده اسمه الايه الديستال سايد this one is the one near to the midline this side is the one away to the midline post look posteriorly بيبص ورا في الاورال كافيتي طب تعالى نتفرج على التوث دي ده اسمه ايه ده السايد اللي اسمه ايه ميزيال why because it's near to the midline with this one Is this name distal? Why? Because it looks posteriorly. بتلامس التوث اللي هي بعديها. طيب ده كناين. ده اسمه ايه? This side is the mesial. And that side is the ايه? Is the distal. وهكذا. خلي بالك ان كل distal side of the tooth touch the mesial side of the neighboring tooth. الديستل بتاع ده بيلمس الميزيال بتاع اللي بعده. والديستل ده بيلمس الميزيال اللي بعده. طبعا ما هم واقفين في الصف جنب بعض. صح? ما عدا. تمام يا دكتور. السنترال انسايزر. اشمعنى الميزيال of the central incisor اول ميزيال اقرب ميزيال للميد لاين. والناحية التانية الميزيال سايد بتاع السنترال انسايزر هو برضو فلاشينج وذا ميد لاين عشان كده دي السنه الوحيده السنترال انسايزر اللي الميزيال سايد بتاعها نيبرز ذا ميزيال سايد اوف ذا نيبرينج توث الميزيال هنا مع الميزيال هنا لان الاثنين فلاشينج وذا ميد لاين المنظر ده مش هتلاقوه الا في السنترال انسايزر طب سؤال بقى لو انتوا فهمتوا مين السنه الوحيده التوث الوحيده اللي ديستلي does not neighbor any of the teeth. The molar. Bravo عليكم. Third molar. Bravo. Third molar. في مشكلة؟ لا تمام. دكتور معلش يا دكتور ممكن تقولي لي اشمعنى الثيرد مولر؟ الثيرد مولر سؤال يا روان. هو الثيرد مولر ديستلي بعديه في اي توس تانية بعديه لا حلو يبقى الديستل سايد بتاع الثيرد مولر في فري ولا ان كونتاكت وذ انذر توث هو فريلي من ورا يعني مثلا احنا هنعتبر ان الشخص ده هو بلاش ده خلينا في ده اخر توث واقفه في الصف ديستل بتاعها بتعمل كونتاكت لاني اذر تيث لا طب ما هو الثيرد مولر عندك كده هو اخر توث موجود في الارتش فالديستل سايد بتاعه از نوت نيبر موجود بالظبط از نوت نيبر لا موجود هو عنده سايد
but it is not in contact with any other teeth. مفيش حد ماسك معاه زي السنان دي. اه ايوه تمام. لكن هو عنده distal side يا روان. او مين اللي بيسال معايا مش عارفه مين. بسنت. بسنت هو عنده distal side يا بسنت، ولكن هذا distal side مفيش tooth تانية لازقه فيه او ماسكه معاه. تمام اوكي يا دكتور. خلاص خلاص تمام. يا جماعه خلصنا من الديستال والميزيال. طب تعالوا معلش عشان اطمن، ده كيناين في مشكله؟ ده كيناين معايا، هشاور لكم على سايد وتقولوا لي ده ميزيال ولا ديستال. ميزيال. برافو ميزيال. تملي يا جماعه الميزيال يلمس السنه اللي قبله، ده الميزيال. طب وده ديستال. طب تعالوا نروح ورا شويه على البريمولر، ده ده ميزيال. ميزيال. طب والسايد الثاني ديستال؟ فهمتوا ولا لسه؟ فهمنا دكتور. فهمنا دكتور. نعم دكتور ثانية واحدة ريم، هو ليه اخر واحدة مش ديستال؟ ليه قلنا ميزيال؟ ثانية بصي حبيبتي، انت شايفة التوس دي؟ اه انا بتكلم على دي مش اللي بعدها. شايفه دي السايد ده بتاعها ايه؟ بوستيريور لازقه فيها. انا فاهمه، انا بكلمك على التوس دي، لو انت خلعتيها طلعتيها لفوق كده وابتدينا نتفرج على السايدز بتاعتها مع نفسها كده، السايد اللي هتشوفيه بتاعها ده اسمه ايه؟ ديستل. ليه ديستل؟ ليه؟ طيب تعالي نتفرج. لو مش عارفه عشان هي لازقه فيها، عشان هي لازقه فيها. حلو قوي. طب بصي بصي انت شايفه طيب الموديل ده؟ اه. طيب لو انا بتكلم على البري موديل ده شايفاه؟ ده اه. في سايد على السايد ده وفي سايد هنا، السايد ده اسمه ايه؟ ده الصوره حضرتك راحت ثانية. السايد ده اسمه ايه؟ ميزيال ولا ديستل؟ السايد اللي ناحية البريمولر. اه ده بريمولر، وخرجت التوس بره لفوق وابتديت اكلمك على السايد بتاع البريمولر ده، هيبقى اسمه ميزيال ولا ديستل؟ ميزيال. ميزيال ليه؟ لانه بيلمس التوس اللي قبله وهو الاقرب للميد لاين. طب لو مسكتي التوث دي اللي بشاور عليها وبصيت على السايد اللي ده الناحيه الثانيه اللي هو مين؟ اللي هو ان كونتاكت مع البريمولر اللي بعده، اللي عامل كونتاكت مع البريمولر اللي بعده، هسميه ايه؟ اوكي تمام فهمت. تمام اوكي. بصوا الحاجه اللي بقول لكم عليها، ما اعرفش انتوا هتبقوا شايفين هنا ولا لا، شايفين ده اللاست مولر شايفينه؟ دكتور الصوره راحت كده. الصوره راحت. شايفين المولر ده يا ولاد؟ اه اه. المولر ده مفيش بعده تيث، فالديستال سيرفيس بتاعه is not in contact with another tooth. شفتوها ولا لا؟ شفناها. شفناها اهو. المولر ده ادي الديستال سايد اللي بشاور عليه، ده هو ده الديستال سايد بتاع المولر اللي عمال اطلع وانزل عليه، ده هو ده الديستال سايد بتاع المولر اللي بي بعده مفيش any other teeth. So the distal side of this molar is not in contact with another tooth. فهمنا؟ ماشي يا جماعة. تمام اوكي. طيب يا دكتور هو ال في option هقوله بس لحظة واحدة. في option هنا ظريف قوي. التوث دي مخلوعة صح؟ التوث دي مخلوعة. أو مكسورة. شايفين السايد ده المفروض in contact، ده اسمه ميزيال ولا ديستال يا ولاد؟ ده ده ميزيال. ميزيال. اللي بيبقى عامل ان كونتاكت مع الميزيال بتاع الانسايزر اللي الناحيه الثانيه، بس هو متشال هنا. حد لسه مش فاهم؟ لا تمام يا دكتور. لا تمام يا دكتور. هو السايد الديستال سايد بتاعت one tooth can be the ميزيال سايد of the next tooth right؟ بصي مش can be، it is in contact with the mesial tooth of the adjacent of the tooth after. بصي كده زي البني ادمين دول، كل ميزيال بتاع شخص ادي ده الميزيال، كل ديستل بتاع بني ادم joins the mesial بتاع اللي بعده، كل ديستل
join the mesial وهكذا. يبقى كل mesial كل distal of a tooth in contact with the mesial of the succeeding tooth, التوث اللي بتجي بعده. فهمنا؟ طب انا عشان اعرف اعرف التوث قبلها ولا بعدها وكده, يعني انا باخدها من الشمال لليمين؟ انا هفهمك. انت بتتكلمي على extracted tooth, لو tooth extracted مثلا. لو سن عندك هيبقى فيها حاجات معينه هنقول لك عليها بعد كده تعرفي الميزال ميدستال. بس لو هي مرصوصه كده في الارتش بتدوري على الميد لاين وتعرفي فين الميزيالز بتاعتهم, يعني ده ميزيال وده ميزيال وده ميزيال. تمام. كل ديستال اوف ا توث كونتاكت مع الميزيال بتاع الايه التوث اللي بتيجي وراها. خلاص. كل ديستال اوف ا توث تمام يا دكتور ان كونتاكت وذ ميزيال بتاع التوث اللي بتيجي وراها. كل ديستال اوف ا توث بتيجي ان كونتاكت مع الميزيال اللي وراها وهكذا. دكتور اكسبت ذا ميزيال فور ذا سنترال وان رايت. ايوه برافو عليك برافو عليك. اكسبت for the mesial of the central incisors upper or lower because it's in contact with the mesial of the tooth from the other quadrant من ناحية تانية. زي كده ده mesial بتاع central هنا وده طبعا ده mesial بتاع ال left central وده mesial بتاع right central. بتلاقي mesials flushing مع بعضهم على midline. تمام. طيب نكمل. أمال ال upper surface of teeth اسمها ايه؟ ال upper surface of the teeth او top surface of the tooth for the anterior teeth. شوفوا الترمز اللي بستخدمها كل شوية تلاقوني بكرر terms انا اديتها لكم وعرفتكم عليها. The upper surface of anterior teeth هسميه ايه؟ هسميه incisal surface. هسميه incisal surface. مين ال surface ده؟ اللي حضرتك بتقطم بيه الساندويتش. لو انا بصيت على الموديل ده اهو السطح او السيرفس ده a cutting surface of the incisors and the canines هسميه incisal surface. السيرفس ده جميل. والسيرفس بتاع المولرز اللي حضرتك بتمضغ عليه الاكل التوب سيرفس بتاع المولرز اللي هو ده هسميه occlusal surface. اسميه ايه؟ occlusal surface. يبقى ده masticatory surface. masticatory اللي حضرتك بتمضغ عليه الاكل. The side where you masticate. The masticatory surface of the incisors. هجيب لك السؤال كده. masticatory surface of the incisors is named incisal surface. والmasticatory surface of the posterior teeth is named occlusal surface. في مشكلة يا حلوين؟ في مشكلة؟ لا تمام يا دكتور. يلا نراجع على اللي عملناه. Let's revise. لو this is a molar, ده molar وعملت لك line yellowish color عشان يقول لك الميد لاين فين عشان ما تتلخبطوش. This is the midline. يعني هنا في premolars وهنا في باقي المولرز. لو أنا بتكلم على التوث دي inside your mouth السيرفس اللي بره اللي هو الليب الأسفة التشيك هتبقى هنا أسميه either facial surface or the buccal surface. والسيرفس اللي من جوه اللي عند التونج ده أسميه lingual surface. lingual surface. والسيرفس ده which touches or near the midline أسميه mesial surface. والside the other side ده أسميه distal surface. الكبير قوي اللي فوق ده سميه ايه؟ occlusal surface. occlusal surface. في مشكله يا اولاد؟ تمام يا دكتور. هنيجي بعد كده في بعض الاحيان اما اجي اشرح لك هقول لك ان التوث الثيرد ده فيه كذا والثيرد ده فيه كذا. ليه؟ for the easiness ان انا اشرح اسهل. ما اقدرش اشرح لك حاجه واقول لك فور اكزامبل يعني لاند مارك فلاني موجود على السطح في الحته الفلانيه. احدد الحته الفلانيه دي ازاي؟ احددها عن طريق حاجه بسميها division into thirds. I'm going to divide the tooth into thirds according to the names بتاعت السيرفيسز اللي خدناها من شويه بحيث ان لو في حاجه معينه فور اكزامبل عايز تبعت فور اكزامبل to one of your colleagues ان الجزء ده من التوث فيه كارث فيه تسويس
هتشرح له ازاي وتبعت له تقول والله الثيرد الفلاني في السيرفس الفلاني في كارث. يبقى انا حمس طبعا يا جماعه الديفيجن انتو ثيردز دوس ار ايماجينري لاينز، يعني خطوط اكيد مش موجوده على التيس بتاعتنا. ايماجينري ايماجينري يعني بتخيلها. فلو جيت مسكت الليبيال سيرفس ده وابتديت ادفايد انتو ثيردز، ممكن I can divide this tooth either with horizontal lines خطوط طولية vertical lines or horizontal lines. I can divide it horizontally or I can divide the tooth vertically. صح ولا غلط؟ معايا يا ولاد؟ زي this person البني آدم ده، أنا I need to divide this person from his face أو facial surface into thirds. همسك الفيشيال سيرفيس بتاعه وهقسمه vertically بتو لاينز into three thirds. أدي third وأدي third وأدي third، تلات تلاتات، أدي تلت وأدي تلت وأدي تلت with two lines. صح؟ ده كمان I can divide this person or this tooth يعني into thirds عن طريق horizontal line. This is a horizontal line and this is another horizontal line. في مشكلة؟ لا يا دكتور. ده أنا ممكن الفيو بتاعي أمسك البيرسون هو هو وأوقفه from his side، أوقفه من جنبه زي ما مسكت التوث بتاعتي وابتديت أبص عليها من الجنب. I can divide this tooth into thirds from its side من الجنب بتاعها into three thirds. أدي third وأدي third وأدي third برضو بتو horizontal lines. طيب تعالوا نشوف الموديل ده عشان ما تتلخبطوش. لو انا مسكت القلم وابتديت to divide this surface، ده الفيشيال يا ولاد او الليبيال. لو انا ابتديت بimaginary line divide this tooth horizontally into thirds، ادي two lines وقسمتها ادي ثيرد وذس انذر ثيرد اند ذس از انذر ثيرد. الثيرد اللي قريب من النك اوف ذا توث، على فكره النك بتاع التوث بتاعنا احنا بنسميها سيرفايكال اريا او السيرفكس اوف ذا توث. كلمه سيرفكس يعني لو دكتور صوره حضرتك مش موجوده كده موجود كده موجوده. ايوه دكتور هي موجوده تقريبا، المشكله من عندها. موجودة. شايفين الموديل؟ ممكن يبقى مشكلة من شايفيني يا دكتور. هو صوت حضرتك واطي. هو صوت واطي. طيب لو أنا هعمل dividing for the tooth horizontally من labial، ده labial surface ده وشها زي ما بيقول. يا جماعة أنا عشان أمسك مايك وأمسك قلم وأمسك موديل صعبة بس هحاول. لو انا this is the facial surface or the labial surface of the tooth، ده incisors زي ما حضراتكم شايفين، وجيت with the with بالبن بتاعي قسمتها الى two thirds horizontally بتو lines، عملت خط horizontal هنا وعملت خط horizontal هنا. التو lines دول قسموا التوث into three thirds، ادي third another third another third. الثيرد اللي موجود قريب من السيرفايكال لاين أو cervically هسميه cervical third of the tooth. في مشكلة؟ يبقى الجزء ده I can name it as the cervical third of the tooth. اشمعنى؟ لأنه قريب من cervix أو the neck of the tooth، الحتة دي بتاعت التوث. ممكن أسميها neck أو أسميها cervix أو cervical part أو cervical line. فالثيرد ده هسميه لأقرب لاند مارك، أقرب لاند مارك هي السيرفايكال لاين أو السيرفكس أوف ذا توث. So this tooth is near the cervical third or the cervical third of the tooth. طب اللي في النص أسميه إيه رأيكم؟ بالعقل كده. Middle third. طالما في النص هسميه the middle third. طب إيه رأيك في الجزء اللي فوق؟ هو ده اسمه إيه؟ incisal surface. طب ايه رايك الثيرد ده سميه ايه؟ incisal ها ثيرد. مشكله
فلو عندي for example عيان، العيان ده عنده هنا fracture كسر، هبعت لزميلي اقول له the patient has a fracture كسر in the incisal third of the central incisor. كده قدرت اشاور له وانا مش واقف جنبه على الثيرد اللي انا عايزه، اللي عندي فيه مشكله. في مشكله يا اولاد؟ لا تمام. اسال حضرتك انه يعني مش انسايد ممكن يكون اي ثيرد ولا ثيرد معينه اللي هي مثلا ديستال او ميزير. بص انا بكلمك على السايد ده كله، اسف على الثيرد ده كله. الثيرد ده اللي موجود فيه الانسايزال سيرفيس اسميه ايه؟ اسميه انسايزال ثيرد. حالا دلوقتي هقسمه بالطول وهنقول اللي بتقول عليه ده، تمام؟ انما فهمت ان الجزء ده كله دكتور. ممكن اسميه انسايزال ثيرد. نعم ايوه. هو الانسايزال ثيرد، الانسايزال ثيرد ممكن يختلف من توث لتوث، يعني ممكن يبقى اسمه مثلا في المولر مختلف عن ال. بص بقى، هسميه انسايزال ثيرد في السنترال انسايزر، في اللاترال انسايزر، وفي الكناين. في مشكله عندك؟ طيب لا بس في اكيد في البري مولر والمولر هيختلف صح. يا سلام عليك، برافو. انا لسه حالا كنت هجيب الموديل الثاني وابتدي اتكلم. لو انا عندي المولر ده وحبيت من الفيشيال او البكال سيرفيس بتاعه احط تو هوريزونتال لاينز واقسم السيرفيس، اتنين هوريزونتال لاينز واقسم السيرفيس، انتوا اللي تقولوا الثيرد ده اسمه ايه؟ سيرفيكال. سيرفيكال ثيرد لانه قريب من السيرفيكس او السيرفيكال نيك اور ذا سيرفيكال لاين اوف ذا توث. طب اللي في النص الثيرد ده اسمه ايه؟ ميدل. هو انا يجوز اسمي الثيرد اللي فوق ده اسميه ايه؟ اوعى حد يقول لي انسايزر. اوكلوجن. لانه هو اللي موجود فيه كاني بقطع ترانشات. عارفين الساندويتش كده لما اجي اخد سلايس، لو قطعت السلايس اللي فوق دي هيطلع لك سلايس الاوكلوزال سيرفيس صح؟ يبقى الثيرد اللي فوق ده اسمه the occlusal third. في مشكلة؟ عشان كده قلت لك في أول الكلام أنا I'm going to divide the tooth into thirds according to the name of the surfaces. خلاص؟ في مشكلة؟ طيب أنا مش عايزة. لا يا دكتور. طيب أنا مش عايزة أقسمه horizontally بقى، ده انا عايزه اقسمه بالفيرتيكال لاينز. ده السؤال اللي كنت لسه بتساله من شويه. انا هقسم from the facial or from the lingual surface بالطول كده، هحط تو لاينز، this is a third واللي في النص ده third وده third كمان. يلا قولوا لي اسمي السايد ده ايه حالا دلوقتي؟ واحد شاطر هيقول لي depends on the middle distal surface. انتوا شطار جدا، هتقول لي ما تقولي لي الميد لاين بتاعي فين. هقول لك الميد لاين اهو مطرح ايدي، يبقى الثيرد ده ميزيال سيرفيس. انتوا شطار على فكره، انتوا شطار قوي. السايد ده اسمه ميزيال ثيرد عشان ايدي هي الميد لاين، اللي في النص اسمه برضه ميدل ثيرد. بالظبط، هنقول له ميدل ثيرد ان ذا فيرتيكال ديفيجن. ميدل ثيرد ان ذا فيرتيكال ديفيجن اللي فات دي كانت هوريزونتال ديفيجن، ميدل ثيرد ان ذا فيرتيكال ديفيجن، والاذر سايد الناحيه الثانيه اسمه ديستال. ديستال يا دكتور. حد عنده مشكله يا حلوين؟ لا تمام يا دكتور. الفيشيال سيرفيس مره قسمته لثيردز وذ فيرتيكال لاينز، مره قسمته لثيردز وذ هوريزونتال لاينز، مره هوريزونتال ومره فيرتيكال. ماشي؟ طيب في طريقه ثانيه يا دكتور للتقسيم؟ انا هقسم التوث بتاعتي مش من الفيشال واللينجوال، انا هقسمها من السايد، هجيبها على جنب كده وابتدي اقسمها. هبص على الميزيال سايد او هبص بعيني على الديستال سايد وابتدي اقسمها الى ثيردز. حد عنده مشكله؟ يعني ده فور اكزامبل الميزيال، ها
هحط اتنين horizontal lines بالطريقة دي وابتدي اقسمها. الجزء اللي فوق ده اسمه ايه؟ هو مفيش كلام ليه؟ مفيش صوت. incisal third. طب واللي النص؟ middle. طب واللي تحت؟ cervical. مشكلة؟ cervical third. طب تعالوا بقى، تعالوا قسموا لي دكتور ممكن اخر حته تاني. اه يا دكتور، لو انت عندك السايد اوف ذا توث، حضرتك مقتنع ان ده جنب السنه السايد اوف ذا توث دي كده من وشها وده كده جنبها، في مشكله؟ اللي كان بيقول لي عيدي تاني. اه يا دكتور تمام. تمام يا دكتور. دكتوره دي يعني سنه بس معلش. دي انسايزر يا دكتور، دي سنترال انسايزر اهو. دي سنترال او لاترال او كناين، اعتبرها ايا منهم. خلاص تمام. انا بدل ما هقسم او هحط الايماجينري لاين بتوعي على الليبيال، لا انا هحطه على السايد على البروكسيمال ميزل او ديستال براحتي. خلاص. بس هو ازاي الحته اللي فوق كانت انسايزل؟ مش المفروض طيب نقسمها يا دكتور؟ نقسمها، ادي ثيرد وادي ثيرد. ايه اقرب حاجه للثيرد اللي فوق ده؟ لو خدتي سلايس جبتي سكينه وقطعتي لي كده 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 وشلتي لي السايد ده اللي فوق ده، هي التوث اب سايد داون ولا ايه؟ هي المفروض حتى لو اب سايد داون اهو، بس انا يا جماعه انتوا يعني انا مش عارفه طبعا اشتغل اهو. ادي سنترال انسايزر ابر ماشي. لو انا ببصصه لك من السايد وانت جبتي كده سكينه وقطعتي سلايس فوق، ايوه الحته هيتقطع اني هتبقى انسايزر. طب والميدل؟ ميدل. طب والجزء اللي فوق؟ سيرفايكل. انا بس عادله الموديل كده عشان مش عارفه اشتغل كده، كده اسهل لي. خلاص تمام. طيب تمام يا دكتور. عايزه اقسمها بتو فيرتيكال لاينز كده يا اولاد. انا قسمتها المره دي بتو فيرتيكال لاينز، ادي فيرتيكال لاين وفيرتيكال لاين. لو انا قطعت بالسكينه وخدت السلايد اللي بره ده، الثيرد اللي بره ده اسميه ايه رايك؟ ليبيال. اسميه ايه؟ ليبيال. ليبيال ثيرد. وش ورينا كده يا دكتور اهو، وقفت السنه من جنبها وقطعت ثيرد فيها وشها، يبقى الثيرد اللي في الوش الثيرد ده اسمه ليبيال، واللي في النص اسمه ميدل. طب واللي ورا ده الخلف بتاع التوث الثيرد الاخير ده لينجوال، اسمه لينجوال. لينجوال ثيرد. سيرف لينجوال ثيرد اهو، زي البني ادم اللي قصادي ده. ادي الليبيال ثيرد، ميدل ثيرد، واللي ورا ده اسمه اللينجوال ثيرد. في مشكله؟ لا تمام. لا تمام. دكتور هو ايه بس الابريفيشنز بتاعت ال ال وبي ال وتي اس و ايه الكلام ده؟ قصدك في ده صح؟ ده يا دكتور صح؟ اللي هو الام دي والاه. اه طيب هقول لك بقى، خلاص فهمتي الثيردز والديفيجنز؟ اه. طيب اما جيت قلت لك انا هقسم السيرفيس بهوريزونتال لاينز يا دكتور، اللي هم الهوريزونتال لاينز دي صح؟ صح ده؟ اه. بنسميها عندنا اكيد انتوا خدتوها قبل كده ترانسفيرس سكشن. ترانسفيرس section. This means you are sectioning the tooth with horizontal lines. حلو الكلام ده؟ تمام. حلو قوي. افرضي انا بقسم التوث من الليبيال سيرفس، يعني خليت وشها كده في وشك. خلاص؟ اوكي. وابتديت اقسم التوث بتاعتك لثيردز بالطول. اوكي. خلاص؟ السكشن بيقسمها كده من هنا لهنا، صح ولا انا غلطانه؟ كده كده. اه. يبقى اما تحطي السكينه على بني ادم من وشه وتروحي لظهره عشان تقطعي ثيرد، اسمها ايه السكشن ده؟ ليبيو لينجوال سكشن. يعني السكينه بتعدي من الليبيال بتاعه في اتجاه اللينجوال. فهمنا؟ بلونجتودينال سكشن. حلو الكلام ده؟ طيب طبعا طبعا لو 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 في البوستيري هنسميه باكولينجوال يا دكتور صح؟ ما ينفعش نسمي ليبيال، في البوستيري بسميه باكولينجوال سكشن.
عشان كده حطيت لك هنا. تمام. طيب لو انا ماسكه البني ادم ده وبقطعه من الميزيال للديستال الناحيه الثانيه اسميه ايه؟ ميزيو من الجنب بقى، ميزيو ديستال سكشن. ديستال يبقى صح. يبقى اذا السكشن بتاعي بقى اسميه حسب انا حاطه السكينه على ايه وراحه فين. لو بتقسموا التوث من وشها في اتجاه لورا هسميه ليبيو لينجوال سكشن. يعني حضرتك حاطط لينجوال سكشن، حضرتك حاطط السكينه على الليبيال وبتقطع لورا في اتجاه اللينجوال كده، السلايس كده. حد مش فاهم؟ طب لو انا ماسكه التوس من الجنب، معلش هقول اهو دي واحده اخر حته يا دكتور. حاضر. مش فاهمه يا دكتور. اسامي السكشنز، نيمينج اوف ذا سكشنز. احنا اتفقنا اني انا هسمي لما اجي اسمي الثيردز بهوريزونتال لاينز وفيرتيكال لاينز. عندكم مشكله في كده؟ لا يا دكتور. طيب اسامي السكشنز عشان بعد كده ممكن نستخدمها. تو سكشن ا توث، ان انا اقطع سكشن فيها، اقطع جزء فيها. اسم السكشن بيسمى حسب انا حاطه فين. نعتبر في ايدي سكينه، حاطه السكينه فين وراحه في اتجاه ايه. يعني لو انا مسكت سكينه وحطها على الليبيال بتاع التوث وبقطع في اتجاه اللينجوال كده كده، السكشن ده هسميه ايه؟ ليبيو لينجوال. طيب لو انا حاطه السكينه على الميزيال وراحه في اتجاه الديستل يبقى السكشن اسمه ايه؟ ميزيو ديستل سكشن. انا بقطعها من الميزيال للسكينه، هقطعها هقطعها واروح للناحيه الثانيه في اتجاه الديستل. فهمتوا حاجه؟ طب معلش يا دكتور، ممكن حضرتك تقولي الليبيال واللينجوال السايدز بتاعتها؟ يعني انا اعرف منين السايد اللي على الرايت ده الليبيال مش اللينجوال؟ لا ده مش السايد اللي على الرايت على فكره. بالمناسبه السايد يا دكتور ده وش السنه، يعني التوث موجوده في بق حضرتك كده، بس هي كبيره شويه على بقي، محطوطه كده في بق حضرتك. ده سنترال انسايزر معايا. السايد ده اسمه ايه يا دكتور؟ هي موجوده كده في بق. ده ليبيال. ليبيال يا دكتور. ليبيال ده اسمه ليبيال صح ولا غلط؟ تمام. طيب يا دكتور واللي في ظهره اللينجوال. خلاص انا بقول لك لو انا ماسكه سكينه بقطع كده في اتجاه اللينجوال هسمي السكشن ده ايه؟ ليبيو لينجوال سكشن. تمام ماشي يا دكتور. انت بتقولي لا انت ما فهمتيش على فكره. طب قولي لي انت. لا انا فهمت، هو السايد عشان حضرتك كنت قلبه التيز بس الناحيه الثانيه فانا اتلخبطت في السايدز بس. طيب. تمام خلاص خلاص كده. طيب. تمام. سؤال بس. ايوه يا دكتور اتفضل. انا مش فاهم برضو، يعني دلوقتي في لما جبنا السنه بالجنب كان اليمين ليبل والشمال لينجوال. طب انا لو جات لي سنه وانا المفروض اعمل ليبل هعرف منين مين مين؟ هقول لك يا دكتور الليبيال بيبقى فلات، هتعرفها المره الجايه. بص يا اولاد انا بفهمك الكونسبت بتاع ديفيجن انتو ثيردز، انما اعرف منين ده ليبيال ولا ده لينجوال ولا ده ميزيال ولا ده ديستل، في لاند ماركس عليهم ان شاء الله الليكتشر الجايه هتفهم الليبيال من اللينجوال ايه. انت دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه انت لا تعرف ليبيال من لينجوال الا لو حطيتها لك جوه الماي ماوث. خلاص ايوه يا دكتور. انما ان شاء الله الليكتشر الجاي على طول هتتعرف حاجات معينه لاند ماركس بيها تقول لي ده ليبيال ولا لينجوال. فهمنا الكلام؟ تمام يا دكتور. انا بفهمك الكونسبت بتاع القصه. تمام تمام خلاص دكتور. هو ليبيال يعني قدام ولينجوال اللي هو من ورا ناحيه. يا دكتور. يا دكتور يعني لو ده الانسايزر بتاعي ده الليبيال بتاعه واللي في الظهر ده اللينجوال بتاعه. طبعا الليبيال في ظهر اللينجوال. فاهمه قصدي؟ يعني ليبيال ولينجوال في ظهر بعض. ماشي ماشي تمام يا دكتور. اوكي طيب سؤال. تمام يا دكتور. انتوا عارفين ان ده الروت بتاع التوث صح؟ ده جدر السنه. حضرتك ما بتشوفوش طبعا عاده في بق البيشنت، انت مش بتشوفه. طيب
ايه رايك لو انا كمان الروت حبيت اقسمه into thirds؟ مسكت الروت كده ورحت مقسماه بتو horizontal lines، الثيرد ده اسميه ايه؟ سيرفايكال، لانه قريب من السيرفايكال لاين، صح؟ هتقولي ايه ده، طب ما احنا سمينا الحته دي في الكراون. هقول لك اه this is the cervical third of the crown and this is the cervical third of the root. Root. وده الميدل ثيرد. طب وده هسميه الابيكال ثيرد. حفظيها لنا يا دكتور. ابيكال نسبه للايبكس. كلمه الايبكس معناها قمه حاجه. القمه بتاعت اي حاجه اسمها ايبكس، فده الابيكال ثيرد اللي هو الجزء ده اسمه ابيكال ثيرد لانه في قمه الروت. وده اسمه الميدل ثيرد وده اسمه السيرفايكال ثيرد. في مشكله يا شباب؟ حتى لا تمام يا دكتور. ينفع نقسم الروت يا دكتور هوريزونتالي؟ اه ده هسميه الليبيال ثيرد اوف ذا روت وده اسمه الميدل ثيرد اوف ذا روت وده اسمه اللينجوال ثيرد اوف ذا روت. شبه الكراون؟ اه شبه الكراون. هو يا دكتور هو ال ال الكراون ده اللي هو اللي بعد النك بعد السيرفايكال لاين، صح؟ هنعرف الماكرو اناتومي دلوقتي. ده اسمه الكراون اللي هو التاج بتاع السنه وده اسمه السيرفايكال لاين زي ما انت قلتي لي او السيرفكس اوف ذا توث وده اسمه الروت اوف ذا توث جدر السنه. هناخدها حالا دلوقتي. تمام يا دكتور. طيب برضو حسب السيرفيسز هناخد تو تيرمز تانيين مهمين قوي عندي عشان الديسكريبشن بعد كده ما اجي او كل ده هنستخدمه في الديسكريبشن اوف تيث. اجي اقول لك الثيرد الفلاني فيه الحاجه الفلانيه، حاجه اقول لك اللاين انجل الفلانيه شكلها مدور شكلها راوندد وهكذا. طيب تعالوا نتكلم على كلمه او تيرم هناخده بعد كده تلاقوني وانا بتكلم كده اقول لك ذا لاين انجل. ايه اللاين انجل دي يا دكتور؟ عشان كده قلت لك اول ثلاث محاضرات زي الدكشنري فما تتخضش. اللاين انجل هو ايه؟ سؤال. لو انا عندي بوكس زي ده وعندي السيرفيس ده والسيرفيس ده each two adjacent surfaces اتنين سيرفيسز قريبين من بعض meets or join each other in a line. خط، الخط ده عندي بسميه لاين انجل. يبقى any two surfaces بس بشرط those two surfaces must be neighbored او adjacent. كلمة adjacent يعني جنب بعض، يعني ما اقدرش اقول ما بين السايد ده وما بين السايد اللي اوبوزيت الناحيه الثانيه لاين انجل، ما فيش الكلام ده. They do not meet with each other. يبقى any two sides join or meet each other, any two adjacent sides meet each other in a line angle. اسمها ايه؟ اسمها حسب السيرفيسز اللي joins. تعالوا نطبق دي توث يا شباب وده الليبيال سيرفيس وده اسمه ديستال سيرفيس. هتقولي عرفنا ديستال منين؟ هقول لك الميد لاين هنا والباك سايد اوف ذا اور كافيتي هنا. لو انا شفت الليبيال سيرفيس مع الديستال سيرفيس بوث جوين ان الاين ان الاين، ادي خط اهو، الخط ده اسميه ايه رايك؟ لاين انجل. لاين انجل، برافو عليكي. طب اسميه اللاين انجل دي بالذات ايه؟ ده الليبيال وده الديستال. طب نسميه ايه رايكم؟ ليبيو ديستال او ديستو. دكتور ممكن حضرتك تقول لنا بس حضرتك تعرفي الديستال والميزيال ازاي تاني؟ معلش قول تاني، معلش ما سمعتش السؤال. حضرتك تعرفي الديستال والميزيال ازاي تاني يا دكتور؟ السنه دي مثلا هقول لك يا دكتور بس لو ردت فعلا كمان يا دكتور. يا جماعه بليز يا جماعه، السنه دي واقفه لوحدها صح يا دكتور؟ صح. حاليا في المحاضره اللي احنا فيها وفي تاني محاضره ليك في الهيومن دنتيشن انت ما تقدرش بكم المعلومات اللي عندك تتعرف على سنه مع نفسها واقفه كده لوحديها وتقول لي عليها السايد ده ميزل والسايد ده ديستل. انت ما عندكش لسه المعلومه دي، لكن بدايه من المره الجايه يمكن كمان اللي بعدها هتقدر من المعلومات اللي هنديها لك from the information you're going to have you can identify the measles from the distal side. لسه قدام. ولذلك اما اجي I name the measles and the distal لازم دلوقتي اقول لك الانفورميشن الوحيده اللي فيها تقدر تقول لي measles من distal اللي هي الميد لاين، خط النص.
except for the midline you can say ميزل ميد ديستل. تقول لي ده ميزل ديستل او ده ميزل وده ديستل براحتك. ماشي يا جماعه؟ حد تاني مشكله في النقطه دي؟ ولذلك يا دكتور وانا بشرح لك دلوقتي وبكلمك على اللاين انجلز قلت لك الميد لاين هنا، قلت لك الميد لاين هنا عشان نقدر نتخيل الميزل ميد ديستل. اه تمام. طيب شايفين التوث اللي قدامكم دي متخيلينها؟ طيب ده الليبيال سيرفيس. اللينجوال انا عاملاه دوتد لان المفروض مش باين، الدوتس اللي ورا دي هي ده اللينجوال سيرفيس. طيب لو انا ببص على السيرفيس ده مع السايد سيرفيس اللي في الجنب واقول لك اللاين انجل دي، اللاين انجل دي اسمها ايه؟ مين يقدر يجاوبني؟ ليبيو ميزيال سيرفيس، ليبيو ميزيال لاين. برافو عليك. تقولي لي ليبيو ميزيال او ميزيو ليبيال لاين انجل، اللي مش هيقول لاين انجل تبقى غلط. ميزيو ليبيال لاين انجل، اتس وير ذا ميزيال ميتس ذا ليبيال ان ا لاين. تعالوا نشوفها في الموديل، ايه رايكم؟ انتوا شايفين الموديل كده؟ كده شايفين الموديل؟ كده شايفين الموديل؟ ده الليبيال صح كده؟ عرفنا منين الليبيال يا دكتور؟ عشان بقول لك ما عندكش معلومه تقول لك ده الليبيال ولا اللينجوال. عرفت انت منين ان ده الليبيال؟ لاني انا بقول لك ان ده الليبيال، ده اللي باصص بره معايا. ده الليبيال سيرفيس وده الميز. نعم لا لا بقول تمام. ده الليبيال سيرفيس، ده الميزيال سيرفيس وده الديستال سيرفيس. يا دكتور عرفنا ميزيال من ديستال فين؟ الميد لاين هنا. انا بقول لك this is a معلومه، this is an information to name this is the mesial and this is the distal، بس this is the only information اللي عندك. ايه رايك في اللاين انجل دي؟ it is the line angle where the labial meets the mesial surface. بسميها ايه؟ ميزيو ليبيال او ليبيو ميزيال. في مشكله؟ طب تعالى على الناحيه الثانيه. The labial surface meets the distal surface in a line angle. It is named distolabial or labiolabial. تألف عشان الولاد يصبحوا عليك. دكتور عنكيري بيصبح عليكم يا حلوين. ازيك يا دكتور؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. Good morning يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. تمام؟ معايا يا شباب؟ يبقى انا كده سميت اللاين انجل دي ميزيو ليبيال، واللاين انجل دي ديستو ليبيال او ليبيو ديستال، الاثنين صح ما عنديش مشكله. طب تعالى نلف التوث على السايد اللينجوال. وات ده الميد لاين يا شباب، الميد لاين ده ايدي اللي هنا. يلا اللاين انجل دي اسمها ايه؟ ميزيال لاين او لينجو ميزيال لاين انجل. شاطره. وده ديستولينجوال او ديستل. اهي معايا حلوين كده. بقوا كام؟ كام لاين انجل؟ أربعة. أربعة ثلاثة أربعة. الميزيال مع الليبيال والديستل مع الليبيال، ومن ورا الميزيال مع اللينجوال والديستل مع اللينجوال. أربعة صح؟ لسه في كان يا دكتور؟ أيوه لسه في لاين انجل اهي. Joining of the lingual مع الانسايزل اسمها ايه يا حلوين؟ لينجو انسايزل. Both are correct. وفي واحدة تانية شبهها بالظبط على الليبيال اهي. انسايزو ليبيال او ليبيو انسايزل. خط اهي، خط جوينينج ما بين السيرفيس اللي اسمه انسايزل والسيرفيس اللي اسمه ليبيال. خلاص. طيب يا دكتور هو دكتور لو سمحتي. نعم
ممكن تاني حضرتك تعيدي اخر بارت بتاع السايد فوق؟ اه الانسايزال سيرفيس ميتس ذا ليبيال سيرفيس في لاين اسمها انسايزو ليبيال او ليبيو انسايزال اهي. وبرضو برضو الانسايزال سيرفيس جوين اور ميت ذا لينجوال سيرفيس في خط اهو اسمه انسايزو لينجوال او لينجو انسايزال براحتك. معلش يا دكتور سؤال. نعم. هو انا عارف ان احنا يعني احنا ادفانس في الشرح بس ما فهمتش يعني الكونسبت يعني بتاع اللاين انجل لسه ما دخلتش في دماغي. حاضر. ممكن حضرتك بس تقوليها تاني؟ بص يا دكتور هاجي اقول احنا واي يعني قصدك واي وي ستادي ذوز ذا نيمز اوف ذا لاين انجلز عايز تقول لي؟ لا انا فاهم يعني بيعمل كونكشن انا قصدي طيب. لسه اللي هو ما فهمتهاش يعني. طيب هو بص the joining or the meeting of the two surfaces adjacent to each other جنب بعض بيلتقوا في خط الخط ده اسمه line angle. This is the definition of the line angle. ايه تاني مش فاهمه؟ The name of the line angle is according the two surfaces joining together. هو ده line angle. في حاجة ايه تاني؟ احنا مجرد عمالين نقول اسامي دلوقتي بمرة. نعم. ممكن الانسايز اللي هي الحته اللي فوق الانسايز اللي تبقى مع الديستل او الميزيل مثلا. حلوه او برافو عليكي لسه حالا هقول لسه حالا سؤال بقى يا دكتور بما انك انت اللي بتسالي هو ممكن الانسايز تو ميت ذا ميزيل في لاين انت شايفه ان دي لاين دي ولا انجل انجل زاويه عاديه المنظر. This is just an angle. فبسميها incisor mesial و incisor distal angle مش line angle. مش زاوية خطية. في فرق ما بين line angle وفرق ما بين angle. Those are just an angles. This is an angle and this is another angle. Yes, تمام. Thank you. You're welcome. إذن اللي بيعد مع دكتور أنا جاوبتك على السؤال ولا لسه بتاع اللي هو مش فاهم concept of the line angle. هي وصلت بس اللي هو يعني بحاول اللي هو أستوعبها أكتر. طيب بص يا دكتور أنت you get an information about the name of the surfaces of the tooth. صح كده؟ We name the surfaces of the tooth. صح؟ صح. And I told you that there are some information you are going to have according to those namings. حسب الأسامي دي هنقول other information. صح؟ صح. من ضمن الinformation اديت لحضرتك division into thirds and I use the name of the surfaces. صح؟ And برضو السلايد اللي بعديها I named أو قلت لك the name of the line and point angle depends on the naming of the surfaces اللي خدناها من شوية. فديتك information قلنا بيها ان each two surfaces join together بس خلي بالك each two adjacent او neighboring surface لازم surfaces يبقوا قرب بعضيهم join together in line angle في خط زاوية خطية and the name of the line angle is according to the name of the surfaces. تمام؟ تمام. طيب سؤال يا دكتور هو في عندك line angle اسمها mesio distal line angle رأيك؟ لو انت كنت فهمتني هي الاوبوزيت للميزيال صح؟ هو الميزيال سايد قريب من الديستال سايد؟ لا ده على ناحية وده على ال other side so there is no reliable line angle اسمها ميسيو ديستال line angle عشان بجيبها ساعات true false. طب true false هو في line angle اسمها ليبيو لينجوال line angle؟ No no because it's the opposite side خالص الليبيال في side واللينجوال في ظهره فما فيش لاين ما بينهم ما فيش لاين انجل بينهم ماشي يا دكتور طب يا دكتور هو اللاين السيبريتنج
الانترنت عندك مش مخليني اعرف اسمع السؤال. اه تمام شكرا لك. العفو حبيبي. اتفضلي قولي كده تاني معلش. سمعيني كده كده كويس. قولي. بقول اوكي بقول ان اللينجوال والليبيال سايدز سيبريتنج ما بينهم الانسايزل سايد ولا عشان كده احنا مش ايوه اللي بتقوليه ده صح. ده الليبيال وده اللينجوال في النص بينهم الانسايزل. اذا الليبيال يعمل مع الانسايزل لاين انجل واللينجوال يعمل مع الانسايزل لاين انجل صح كده؟ مع الانسايزل صح. اوكي تمام. اذا ثانكس يا دكتور. يو ويلكم يا روحي. لو انتوا عديتوا سو وي هاف 6 لاين انجلز في الانتيريور تيث صح ولا غلط؟ دكتور عندي سؤال. نعم يا دكتور. مثل الانسايزر سيرفيس يعتبر ما يعتبرش سايد او ما يعتبرش ان في لاينين هو رفيع بحيث ان هو تقريبا اللينجوال بيميت على طول مع الناحيه الثانيه. ايوه يا دكتور الليبيل. ايوه بس الانسايزر does not meet the mesial and distal in a line صح. It meet it in an angle مجرد زاويه انجل اهي مش خط. عشان كده we considered only having six line angles 1 2 3 4 5 and 6. انما دول مش line angles. دول اسمهم اللي هو joining the incisal مع الميزيال والانسايزل مع الديستل مجرد lines اسفه مجرد angles not line angles. فهمنا؟ تمام يا دكتور. طيب تعالوا نشوف البوستيرير يا دكتور. يلا بقى انتوا اللي تقولوا معايا. طب قولي لنا يا دكتور بس البقى الميلينجوال والميزة المديسة عشان احنا لسه مش عارفينهم. حاضر. ده بقل اللي في ظهره ده اللي حضرتكم تقريبا مش شايفينه بس شايفينه ان دوتد لاينز ده لينجوال. السايد اللي هنا ده ميزيال والسايد ده اسمه ديستل اهو. جميل. الانفورميشن اللي اديتها لك دي تقدر بيها تجاوبني على السؤال. يلا اللاين انجل دي اسمها ايه؟ اوه حد يقول لي ليبيال. لو قلت ليبيال هزعل قوي صح؟ ميزيو بكال لاين انجل. برافو ميزيو بكال لاين انجل. طب دي ديستو بكال لاين انجل. شطورة ديستو بكال لاين انجل. برافو. يلا روح تعلين قول اهو ديستو لينجوال لاين انجل. برافو. طب الاذر سايد الدوتد لاين ميزها ميزو لينجوال لاين انجل. انتوا شطار انتوا شطار. طب يلا نطلع فوق بقى. ها ده جويننج الاوكلوزل مع البقل. اوكلوزو بقل او بقل اوكلوزل. قلتي ايه؟ ميزو اوكلوزل لاين انجل. ليه ميزو؟ ليه؟ انا بقول لك جويننج الاوكلوزل مع البقل الخط ده. أباكو أكلوز اللاين أنجل صح. أكلوزو باك اللاين أنجل واللي زيه ورا أكلوزو واللاين أنجل شبه الإنسايزو ليبيال والإنسايزو لينجول صح. تعالوا بقى المفاجأة. إيه ده الأكلوزل عامل مع الديستل لاين أنجل اللي حضرتكم ما كنتوش بتشوفوها في الأنتيريوس كانت عبارة عن أنجل بس. لا ده هنا لاين فبسميه اوكلوزو ديستال لاين انجل وده اسمه اوكلوزو ميزيال لاين انجل صح ولا غلط؟ ده طبعا جاي من انه السيرفيس بتاع المولر كبير هو والبريمولر ففي ريلايبل سايدز. انما دول ما كانوش موجودين في الانتيريورز كانوا عباره عن جاست انجلز ولذلك عدد اللاين انجلز في الانتيريور 6 النمبر ولكن عدد اللاين انجلز في البوستيريورز بقوا كام؟ 8 1 2 3 4 اللي هو البكل واللينجوال عاملينه مع الميزل والديستل بقوا 4 وبعدين 5 6 مره الاوكلوزال مع البكل ومره الاوكلوزال مع اللينجوال وكمان الميزل مع الاوكلوزال والديستل مع الاوكلوزال بقوا 8 in number. معايا حلوين؟ طيب دكتور معلش ممكن توريها لنا على الموديل عشان تبقى اوضح؟ يس اي كان. انت شايفه كده الموديل؟ شايفه الموديل يا دكتور؟ اه
اوكي شايفه ده الاوكلوزل صح؟ ده الديستال وده الديستال. بس اللي تمام. ميوت يا اولاد اللي بيتناقشوا. وجود الاوكلوزل مع الميزيال عامل خط هنا اسمه اوكلوزو ميزيال. ميزيال وده الاوكلوزل مع السايد الثاني اسمه اوكلوزو ديستال. ديستال. وهنا مع اللينجوال اوكلوزو لينجوال وهنا مع البقل اوكلوزو بقل. فهمنا اهو اهو. طبعا المنظر ده حضراتكم ما كنتوش you couldn't see those angles in the anterior, we just saw them as angles, مجرد angles وسقنانين. اوه اوكي فهمنا حلوين. طب يلا عشان الوقت بياخدنا. عشان سؤاله ممكن بس حضرتك تعيدي الحته بتاعت النيمينج اوف ذا سيرفيس عشان النت قطع عندي فيها ومتلخبط فيها شويه. نيمينج اوف ذا سيرفيس ولا نيمينج اوف ذا لاين اند انجلز؟ لا سيرفيس سيرفيس. طيب بالنسبه للبوستيريور تيث لو المولر ده انت شايف هنا على الموديل. اه تمام. طيب لو المولر ده موجود كده وده السطح اللي بره وموجود كده وكفرد وذ ليبس وذ ليبس اند تشيكس ده كده كفرد بالتشيك بتاعتي خلاص. السيرفيس اللي بره ده اسمه بكل واللي في ظهره اللي نواحي التنج اسمه لينج. انا اقصد التوب سيرفيس اللي هي اللي فيها كاتس. ده اسمه اوكلوزال سيرفيس يا دكتور خلاص. طيب امتى يبقى اسمه اوكلوزل وامتى يبقى اسمه انسايزل؟ لما يبقى ده انسيزر وكناين يبقى yes. اسمه انسايزر yes. لا 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 الانسايزرز والكناينز يعني الانتيريورز التوب سيرفيس بتاعهم اسمه انسايزل. انما البريمولرز والمولرز التوب سيرفيس اسمه اوكلوزل. تمام خلاص. تاني يا دكتور معلش. نعم تاني بس الحته دي ولا حاجه. هو كان بيرجعني لورا السلايد بيقول لي التوب سيرفيس اوف ذا انسايزرز اسمه ايه. بقول له انسايزل اهو اهو. والتوب سيرفيس بتاع البوستيريور اسمه ايه؟ اسمه اوكلوزل اللي هو ده بس كده. طيب يا جماعه joining or the meeting of three surfaces لو في ثلاث اسطح اتقابلوا مع بعض بسميها ايه؟ بسميها point angle. يبقى the joining of the meeting of three adjacent surfaces is named the point angle. بسميها ايه؟ point angle. تعمل لي يا جماعة في point angle الاوكلوزر والانسايزر هيبقوا مشتركين معايا. يعني تعمل لي ابدأ line اسفة تعمل لي ابدأ point angle باوكلوزو حاجة او انسايزو حاجة لان زي ما انت شايف كده it is a common surface. طب ممكن نشوف على الموديل. يلا انتوا اللي هتسموا. شايفين الموديل ده؟ شايفينه يا حلوين؟ يا دكتور البوينت انجل دي تاني ده بقل ده لينجوال ده ميزيال وده ديستال. البوينت انجل دي اسمها ايه؟ تملي عشان ما تتلخبطش. ابدا البوينت انجل بكلمه اوكلوزو اور انسايزو عشان التوب سيرفيس كومن في اي بوينت انجل. يبقى انسايزو ميزيال. انسايزو هزعل منك قوي. انسايزو اوكلوزو اوكلوزو ميزيال لينجوال ميزيو لينجوال. ماشي بقل هو ده بقل خلاص. وده اوكلوزو ميزيو لينجوال. اذا مره بطلع في البقل ومره بروح في اللينجوال. طب الاذر سايد معلش تاني احنا هنشتغل دلوقتي في البوينت انجلز. البوينت انجلز this mean the joining of three surfaces. وهسهل عليكي the top surface اذا كان occlusal or incisal هيبقى common لازم تبدأي بيه. ده في البوينت okay. بس يا دكتور ده في البوينت انجل معايا يا دكتور. وتملي اول اسمين لسيرفيسز بيتحط اخرها او. يبقى تعالوا نتكلم على البوينت انجل دي
it is joining between the surface ده والsurface ده والsurface ده. أسميه إيه بقى؟ ميزيو. ما قلنا نبدأ بالأوكلوزو. أوكلوزو على فكرة لو بدأتي بالميزيال صح، على فكرة لو بدأتي بالميزيال صح، بس أنا بسهل عليك. يبقى السيرفيس هنا إيه؟ أوكلوزو ميزيو بكر. اللي عايز يقول لي اوكلوزو باكو ميزيال صح، اللي عايز يقول لي ميزيو اوكلوزو اي حاجه، المهم بقى الثلاث اسامي السيرفيسز يبقوا موجودين. طب تعالوا نشوف على البكل بس على الناحيه الثانيه. اوكلوزو ديستال باكل. طب تعالوا نروح على اللينجوال يا اولاد. اوكلوزو ميزيال لينجوال عشان روحت لينجوال عشان روحت لورا. طب والورا بتاع الناحية التانية اوكلوزو ديستو ايه؟ اوكلوزو ديستال لينجوال. ماشي يا حلوين؟ ابقى كام كده؟ اربعة صح؟ عارفين بيتشبهوا عليكم بايه؟ بيتشبهوا لو انت قاعد في الاوضة ارفع راسك فوق هتلاقي السقف عامل مع السايدز والاربع حيطان اللي بتاع الاوضة عاملين فوق زي كورنرز في السقف، هم دول الكورنرز بتاع التوز بقى، هم دول. طب في الانتيريورز بصوا كده في بوينت هنا اهي، البوينت دي مشتركه ما بين الليبيال والديستال والانسايزل، فبسميها ايه؟ انسايزو ليبيو ديستال. طب الناحيه الثانيه انسايزو ميزيو ليبيال او ليبيو ميزيال براحتك. طب على اللينجوال انسايزو ميزيو لينجوال. طب الناحيه الثانيه انسايزو لينجو ديستال. فهمتوا حاجة؟ طب يا دكتور هي هتجيلنا الدايجرام كده في الامتحان ولا؟ اه ممكن ممكن. بص يا دكتور الأسئلة في الحتة دي أجيبها لك إزاي؟ أجيب لك في الكويز فور إكزامبل أجيبها لك إنيوميريت 3 لاين أنجلز أو إن ذا بوستيريور تيث أو إنيوميريت 3 بوينت أنجلز، يعني تقولي أساميهم جاست تو نيم ذيم، أو define a line angle، define a point angle، أو أجيب لك put true or false وأجيب لك اسم غلط. يعني مثلا أقول لك إيه؟ occlusal distomesial. This is a point angle، الكلام ده غلط ولا صح؟ occlusal distolingual. لا صح. هو point angle فعلا. distolingual. طب occlusal distomesial. اوكلوزو ديستوميزيا غلط. خلاص اقول لك complete the number of line angles in the anterior teeth are 6. طب the number of the line angles of posterior teeth are 8. طب the number of point angles في anteriors 4. طب the number of line of point angles of posteriors برضو 4. عرفتوا الأسئلة دي؟ اه يا دكتور. Very good. خلاص يا شباب تعالوا بقى ناخد حتة جميلة قوي قوي هتحسوا بيها ان انتوا في دنتستري. نعم يا دكتور. الكناين الكناين السيرفيس بتاعه مالوش سيرفيس، هو يعتبر السيرفيس بتاعه بوينت انجل. طيب الكناين يا دكتور البوينت انجلز مظبوطين، انما السيرفيس الابر لو انت خدت بالك هيبقى عامل زي البيراميد كده صح؟ هتاخد بعد كده دكتور اما نروح للكناين عنده تو سلوبس. ممكن بس ناجل الكناين شويه اما تاخد الاناتومي بتاعه يا دكتور. دكتور معلش بس كنت النت قطع عندي لحد الحته بتاعت البوينت انجل، فممكن بس حضرتك تعيد الحته دي بسرعه؟ يعني ايه اللي فاتك؟ مش عارفه من بعد البوينت انجل على طول، يعني ما حضرتش اخد البوينت. بص يا دكتور الدكتور كانت بتسالني الاسئله تيجي ازاي في الحته دي. اي ثينك يعني انت البوينت انجل خلاص عرفتها. اه تمام. Very good. إيه طب تيجي الأسئلة إزاي؟ أنا بقول لك ممكن أوي أقول لك enumerate. Enumerate يعني just to name. The name مثلا for example of three line angles in anterior teeth. تقولي أي حاجة ليبيو ميزيال لينجو ميزيال أي حاجة. وممكن أقول لك name three line angles في ال posterior teeth نفس الحكاية. ممكن أقول لك name the four point angles of posteriors أو name the four point angles of anteriors. خلاص؟ ممكن قوي اجيب لك true false اسم غلط واقول لك
true or false. يعني for example اقول لك مثلا point angle اقول لك occluso mesio distal is a point angle. هتقولي ايه؟ هتقولي false. مفيش حاجة اسمها occluso mesio distal. ما ينفعش. لازم يبقوا التلاتة جنب بعض. فهمت قصدي؟ معلش ممكن تاني معلش. تاني هو ايه؟ طب اعمل ايه تاني؟ يعني من اول انهي حتة؟ حضرتك اللي جاي كده بسلايد كمان؟ كمان مرة؟ كمان انا وقفت عند ده بالظبط. طيب البوينت انجل هي عبارة عن the joining between three surfaces. ممكن تكونفيرم وذ مي بس عشان ما بقاش بشرح وفي الاخر برضو انت مش سامع. لا تمام تمام. طيب عندي اتفقنا كلمة point angle ك definition it is the joining or meeting of three adjacent surfaces. طيب بالنسبة لل posterior teeth وال anterior teeth تملي طول عمر ال point angle لازم تبدأ بال top surface اللي هي occluso أو incisor براحتك. occluso أو incisor الاتنين صح. فلو جيت كلمت على ال point angle دي هي اشتراك between three surfaces مع بعض. فحبدأ بال incisor ده الانسايزال سيرفيس والجنب ده الديستل وده الليبيال. فهسمي السيرفيس ده ايه؟ فور اكزامبل انسايزو ديستولينجوال. لو انت عايز على الموديل هنا اهو لو ده الانسايزال وده الليبيال وده الديستل البوينت انجل اللي هنا هسميها انسايزو ديستو ليبيال ليبيال وهنا ولورا انسايزو ديستولينجوال وده انسايزو ميزيو ليبيال ومرة ورا انسايزو ميزيو ديستالينجوال. صح يا دكتور؟ تمام كده حضرتك عندك تمام. تمام. أربعة بوينت انجلز وزيهم بالظبط في البوستيريا. نبدأ بالأوكلوزو أحلى عشان تخلص. أوكلوزو باكو ديستال وأوكلوزو باكو ميزيال وزيهم ورا أوكلوزو لينجو ديستال وهنا الناحية التانية ده الأوكلوزل مع الميزيال مع اللينجوال عامل البوينت اللي فوق دي اللي اسمها أوكلوزو ميزيو لينجوال. فهمنا يا دكتور؟ تمام. فنعتبرها كأنها أوضة وحضرتك بتبص في أركان السقف. دكتور هو الترتيب ما بيفرقش واحنا بنقولها؟ لا يا دكتور ما يفرقش يا دكتور. قوليها براحتك. قولي دكتور هي في السلايد دي معاكسين سيرفيسز براحتك. نعم في السلايد دي هم عكسين اللينجو والليبيو. يعني في بوينت يعني هو بس الدوتد لاين هو اللي ملخبطك انما المفروض الدوتس هي اللينجوال. فاهمه قصدي الدوتس؟ شايفه يا دكتور هي 3 دي فالدوتس هي اللينجوال انما الخطوط الخطوط الثقيله هي الليبيال. فاهماني؟ يعني this is as if you are looking through the tooth. فانت شايفه الدوتس دي كانك بتبصي هي شفافه وبتبصي من خلالها. طيب اوكي تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم على الماكرو والمايكرو اناتومي اوف ا توث. اي سنه عند حضرتك متكونه من 3 مين بارتس هم ايه؟ الكراون اللي هو تاج السنه والروت اللي هو الجدر اللي بيبقى في البون. صح ولا غلط؟ ان ان بتوين ذير از ذا نيك او ذا سيرفكس او ذا سيرفايكال لاين. في مشكله في كده؟ ده بنسميه ايه؟ ماكرو اناتومي. كلمة ماكرو يعني the parts you can see with your eyes. crown root or roots ما هو ممكن يبقى أكثر من root and cervical line. ممكن roots بتاعة حضرتك في بعض التيث هتاخدهم بعدين either to be one single root can be two roots say lower molars can be three roots like the upper molars المولرز الخلفية الفوق. في مشكلة في كده؟ confirm يا شباب؟ لا نو يا دكتور تمام. very good. طب what about seeing the inside of a tooth? what about if you have a section inside the tooth? section كلمة section يعني you got a knife جبت السكينة وحطيناها هنا من الميزيال والسكينة عدت للother side اللي هو الديستل فبسميه ميزيو ديستل section. في مشكلة في كده؟ تمام يا دكتور. برافو عليك. if you sectioned a tooth لو انا خدت section في التوث زي الموديل اللي عندي ده وابتديت اشيله او افكه بصوا I
الاقي ايه؟ دي واحده. لو انا عندي الموديل هنا I took a section في التوث من الميزل للديستل، قطعته بسكينه حطيتها على الميزل ورحت في اتجاه الديستل، فسميت السكشن ده ايه؟ ميزيو ديستل سكشن. صح يا شباب؟ عشان السكينه بتاعتي my knife is put on the mesial side and it is going on sectioning to the other side اللي هو الديستل. الاقي ان الكراون بتاعي is covered with a tissue so much smooth and lustrous بيلمع وحنسميه the enamel. يبقى الكراون بتاع حضرتك is covered with a tissue اسمه the enamel. تحت الانامل في another tissue which form the bulk of the tooth اللي هو اسمه the dentine اللي هو العاج بتاع السن. Your root is covered with a tissue اسمه cementum. خلاص يا جماعة؟ يبقى التوث بتاعتي covered في الكراون with enamel. The bulk of the tooth is formed of dentine, yellowish, and the root is covered from outside by a tissue named cementum. اللي في النص ده لونه red اسمه the pulp of the tooth اللي هو قلب التوث أو لوب التوث. The pulp is formed of parts, أجزاء. The pulp الواسعة قوي, the part of the wide part of the pulp which is present in the crown اسمه pulp chamber. chamber يعني ايه؟ يعني الأوضة بتاعت القلب. طالع منها اتنين protrusions كده زي الكاو هورن كده بسميهم the pulp horn. pulp horn دول protruded part من الpulp chamber. اخيرا الاقي جزء من القلب داخل جوه roots in the form of canal هسميه the root canal. the root canal this is the pulp part extending inside the root. تمام؟ ادي سكشن اهو. دكتور هو الروت كانال هقول اهو تاني يا جماعه. ادي السكشن اهو الاقي ذا انامل هو اللي كفرنج كراون اوف ذا توث اللي هو المينا بتاع الاسنان. تحت الانامل البلك اوف ذا توث از فورمد اوف ا ييلوش تيشو نيم ذا دنتين. والاقي ان انسايد ذا توث ذير از ذا بالب اللي هو التيشو اللي هو العصب بتاع السنه زي ما بيقولوا. البلب اللي هو the reddish part inside the tooth. The reddish part ده عبارة عن جزء وايد كبير موجود في الكراون اسمه the pulp chamber protruded منه اتنين protrusions اسمهم pulp horns. And from the pulp tissue extend inside the root اتنين root canals اسمهم root canals then extending inside the root. ده جزء من البلب. إذن البلب parts عبارة عن pulp horns, pulp chamber and root canals. طبعا ده اللي بيجوين البلب بتاع التوث للنيرفز والبلد فيزلز الاساسيه اللي موجوده في الجو. ادي البلب بارتس يا جماعه. كورونال بارت اسمه بلب تشامبر وبلب هورنز because both the pulp chamber and pulp horns are present inside the crown. وفي الروت بارت او the radicular part جايه من root يعني the root part of the pulp اسمه the root canals وبينتهي تحت بفورمن. فورمن يعني خرم صغير موجود في الروت اسمه the apical foramen اسمه the apical foramen اللي هو الفورمن اللي هو بيجوين الروت blood vessels وانرفيشنز للمين blood vessels وانرفيشنز اللي موجودة في الجو. خلاص؟ في حتة مهمة قوي عايزة أعرفها لكم. معلش أنا من دلوقتي اللكتشر تقريبا معادة خلص هاخد منكم خمس دقايق بس من البريك خمس دقايق فبليز let the questions be at the end. لو أنا بصيت على الاناتوميكال كراون والاناتوميكال روت ألاقي إن الكراون بتاعي إحنا اتفقنا إن the part covered with enamel اسمه anatomical crown اسمه anatomical crown. حد عنده مشكلة؟ the part of the crown covered with enamel اسمه anatomical crown and the part of the tooth which is covered with cementum اسمه anatomical root. في term clinical اما يقولك ان شاء الله العيانين في العيادة بيبقى في term clinical. clinical يبقى what you see in the clinic.
the part of the tooth which you can see in the clinic تقدر تشوفه في الكلينيك بغض النظر بقى covered بايه بسميه ساعتها the clinical crown. يبقى كلمة clinical crown it is that part where you see with your eyes in the clinic في العيادة. بصوا كده على الحالة دي هنا the part where you can see in the oral cavity equals يساوي the part covered with enamel الاثنين قد بعض فعشان كده في الحتة دي هقول the anatomical crown is equals to the clinical crown in length الاثنين قد بعض. طيب تعالوا نبص على حالة تانية الحالة دي في بعض الأحيان في العيانين اللي عندهم diabetes اللي عندهم سكر أو كده يجي لك العيان بالمنظر ده بصوا بقى هنا في الحالة دي the clinical crown اللي هو الجزء اللي حضرتك شايفه with your eyes in the clinic is longer أطول than the anatomical crown اللي هو part covered with enamel. معنى كده يا دكتور ده أنا شايف حتة من الكراون أو anatomical crown وحتة من anatomical root. أيوة ماليش دعوة أنا شايفة إيه covered بإيه أنا ليا دعوة بالpart you can see in the oral cavity. You can see here the part where you can see اللي هو بسميه the clinical crown is longer than the anatomical crown اللي هو covered with enamel. طب بصوا بقى اهو ده الاناتوميكال كراون ده الاناتوميكال روت الجزء اللي انت شايفه بغض النظر covered with what بسميه the clinical crown اللي هو what you can see. طب تعالوا نبص على حالة زي دي الكراون سقنطت جدا الحتة اللي انت شايفها صح. طب what about بقى بصوا الكلمة اللي هقولها هنا اقدر اقول the clinical crown it's what you see is shorter shorter اقصر من الاناتوميكال كراون اللي هو part covered with enamel ده من هنا لهنا هو الجزء اللي covered with enamel انما من هنا لهنا ده الجزء where you can see فاقدر اقول ان الاناتوميكال كراون is longer concerned with the clinical crown الجزء we can see. طب مين اللي عمال يغطي لي الكراون ويظهره لي طبعا الجنجفا لو الجنجفا زي ما انت شايف كده متورمه يبقى معنى كده هتغطي لك جزء من الاناتوميكال كراون accordingly I can say that the clinical crown what you see is shorter compared للاناتوميكال. طبعا خلي بالك من نقطه مهمه قوي الاناتوميكال ثابت في اللينث بتاعه constant length the anatomical crown is constant in length ثابت covered with enamel ثابت اللي عمال يتغير according to the level of the gingiva تخبي لي جزء او تظهر لي جزء الكلينيكال كراون. ماشي يا جماعه يبقى في حاله زي كده اما الجنجفا تبقى ريسست يعني ايه ريسست مرتجعه راجعه لورا وان ذا جنجفا ريسست يعني ترجع لورا الاقي ان الكلينيكال كراون longer than the anatomical انما في حاله زي كده لما الجنجفا تبقى متورمه متورمه يعني بتخبي يبقى الاقي الكلينيكال كراون is shorter مخبيه لي جزء shorter عن الاناتوميكال. جميل. طيب اخر حاجه هقولها وطبعا الكلام ده كله هيتعاد في اللاب كلمه بيريدونشيم يا جماعه هو the apparatus which attach the tooth in its place. السنه بتاعتك لو حضرتك حاولت تتحركها اكيد ما بتتحركش صح. طب هي ماسكه كده في ايه؟ ماسكه في الجو بايه؟ حد يقدر يجاوبني؟ فايبرز ليجامنت ليجامنت برافو عليك ماسكه بحاجتين هارد وحاجتين سوفت. الحاجتين الهارد ذا سيمنتم كفرنج ذا روت حاضر يا دكتور لحظه بس ذا سيمنتم كفرنج ذا روت صح؟ وماسكه كمان بالبون surrounding the root دول two heart tissues العظم اللي حوالين الروت والسيمنتم covering the root both are tissues أو heart tissues كجزء من البريدونشيم. وفي حاجات soft كده زي ligament زي ما انت قلته periodontal ligament بتبقى ماسكه السيمنتم بالبون as well as the gingiva اللي هي اللثة
الجزء البينكش الجميل ده اللي حوالين السيرفيكال بارت برضو help in attaching tooth. إذن the part which attach the tooth in its place two parts. Hard عبارة عن bone with cementum. Soft عبارة عن الجنجفة الجميلة دي اللي حوالين السيرفيكال بارت والبريدونتال ليجمنت عبارة عن fibers. Any questions يا حلوين؟ دكتور هو انا بس مش عارفه ليه عندي بروبلم ان انا ايدنتيفاي الروت كانال بس. طيب الروت كانال هي عباره عن ثاني كده. الروت كانال هي العصب بتاع السنه. كلمه الروت كانال this is part of the pulp of the tooth. لو انت بصيتي على الجزء الوايد ده this is the pulpit chamber. هو البلب او العصب بتاع okay. السنه اللي في الكراون. الكنالز القنوات اللي داخله جوه الروت دي اسمها روت كانال. تمام معلش دكتور سؤال بسرعه okay. بسرعه اتفضلي. اذاكر ايه بقى دلوقتي؟ اذاكرها ازاي يعني؟ اجيب من البوك اللي حضرتك منزلاه الهاند اوت؟ هتفتحي الهاند اوت هتلاقي الجزء اللي شرحته ده موجود وهتلاقيني حاطه لك الباوربوينت اللي انا شرحت منها دي تساعدك. تمام. طب دكتور ايه الفرق ما بين تاني الاناتوميكال والكلينيكال؟ طيب الاناتوميكال كراون ذا كونستنت ذس بارت اوف ذا كراون كفرد وذ انامل. الجزء بتاع السنه اللي لو خلعتيها كده تبصي عليها تلاقيها كفرد وذ انامل. انما الكلينيكال وات يو سي بغض النظر كفرد وذ وات. يعني الاناتوميكال هي التيث كلها لكن الكلينيكال الاناتوميكال هو الكراون. في اناتوميكال كراون واناتوميكال روت. هو التوث نفسها ده جزء ثابت في السنه. إنما كلينيكال يتغير الشكل بتاعه يكبر ويصغر according level of the gingiva. تمام تمام. طيب يا جماعة أنا I need to share معلش الفيديو ده مش هياخد وقت والله. ف اسمعوا بليز. دكتور ما فيش صوت. Began its rapid December 2019 from China. Since its emergence in Asia, cases have been spreading and identified in many other countries worldwide. On March 11th, 2020, the World Health Organization officially stated that COVID-19 is a global pandemic. The Minister of Health in Egypt announced first case in the country on February 2020 and notified WHO, after which the number of patients increased drastically. So let's have a glimpse on the nature of coronaviruses. The 2019 novel coronavirus or SARS-CoV-2 belongs to a large family of coronaviruses. They are enveloped positive sense RNA viruses ranging from 60 to 140 nanometer in diameter with the spike-like projections on their surface, giving them a crown-like appearance, hence the name coronavirus. Human civilization has witnessed three major epidemics caused by coronaviruses, namely severe acute respiratory syndrome coronavirus SARS-CoV in 2003, Middle East respiratory syndrome coronavirus MERS-CoV in 2012, and in 2019 SARS-CoV-2, which causes coronavirus disease infection known as COVID-19, which has a great transmission and mortality rate. So let me give a hint about its spread and way of transmission. Rats have been shown to be a natural reservoir of numerous deadly human viruses. The specialized immune system of bats allow multiple different types of viruses to persist within the body. The current coronavirus pandemic has been traced to a sale market in Wuhan. Animals confined spaces. Human handling of these animals
allows for the viruses contained within these reservoirs to spill over into the human population. Coronavirus then can spread through human-to-human direct transmission. This could occur through inhaling small droplets expelled from patients or carriers during conversation, sneezing, or coughing, where about 3,000 droplets could be expelled. Other route of transmission could be indirect through touching the eyes, nose, or mouth with unwashed hands infected with the droplets of infected person after touching contaminated surfaces. It was reported that virus could stay on cupboard box for 24 hours and plastic surfaces for about 2 to 3 days. So what are the symptoms of COVID-19? According to Center of Disease Control and Prevention, COVID-19 have had a wide range of symptoms reported and continue to be updated, ranging from mild common symptoms as fever, cough, tiredness, and shortness of breath, usually occurring during the incubation period, which is from 2 to 14 days of infection. Mild but less common symptoms as aches and pain, sore throat, headache, diarrhea, or temporary loss of taste and smell sensation. Others, there are serious severe symptoms which occur due to severe lung damage, leading to difficulty in breathing, shortness of breath, severe persistent pain, or yeah, in the chest, bluish lips. Yeah. Up till discovering of an effective treatment or even vaccination, protective measures, precautions, and recommendations were announced by WHO and CDC and considered the best way for slowing the infection rate and reducing the number of additional new cases, as each country worldwide had to act immediately to prepare, respond, and recover. From the precautions and recommendations which were announced by the CDC to maintain at least 1 to 2 meters social distancing between the person and others, to cover the mouth and nose with tissues when coughing or sneezing, to disinfect frequent touched objects and surfaces, to avoid touching nose, mouth, or eyes, to stay at home if the person feels sick, except to get medical care, to wash hands regularly with soap and water, or clean them with alcohol-based hand rub. Thank you يا جماعة, و please take these precautions يعني, و طبعا ربنا يحفظكم جميعا. Thank you very much. If you have any questions, I'll be طبعا في الفاكولتي when you come. If you would like to ask, أنا هيبقى عندي office hours للي عايز to join me يعني in my office. وفي TAs بتوعكم إن شاء الله next week بإذن الله أو the week اللي احنا فيه ده هيعملوا لكم برضو revisions. Don't forget to submit your إيه بالظبط ساعة الoffice hours. بصي أنا موجودة تقريباً all the time. دكتور. يا دكتور أنا موجودة all the time. All the time. All the time في nursing building. ماشي الصبح بيبقى عندي 11 محاضرة وبعد كده بتلاقوني موجودة. خلاص. دكتور أنا ممكن أسمت الassignment hard copy لل TAs. ممكن ممكن. ما فيش مشكلة ممكن تسمع. يعني اللاب جاي دوره. هو يستحسن تبرد. دكتور هي السلايد. اللاب أنتوا عندكم لغاية آخر الأسبوع ده. تمام يستحسن ان انت تسبميتد اونلاين لو ما عرفتيش قوي ممكن تديها لك قلت بس ما عرفتش خلاص اديها دكتور طيب يا دكتور بسرعه يا اولاد عشان ورايا محاضره اتفضلوا الليكتشر الاونلاين اللي فاتت نعم الليكتشر الاونلاين اللي فاتت هي مش مسجله مش هتنزل انا دي انا هاخد الفاينل ابروفل واحطها لكم حاضر تمام عشان انا ما حضرتهاش وبالتالي مش هعرف ريم لو ما حضرتيش يا ريم في ولاد ما حضروش وجم عندي في الاوفيس اور شرحتها لهم تاني ما عشان كده سالت حضرتك على الاوفيس اورز ما انا بقول لك تعالي حبيبتي في اي وقت انا عندي محاضرات الحد والاثنين لغايه 11 والاربع من 11 ونص يوم الثلاث والاربع يعني قبل كده انا موجود حضرتك هتكوني في اي بلدين أنا خلاص يا دكتور وانا كمان عشان ما حضرتهاش طيب انا في النيرسينج بيلدينج يا اولاد هبقى موجوده في الدور الفوقاني ناحيه ليكتشر هول 2
وهحاول انزلها لكم ريكوردز. انا هنزلها لكم ريكوردز لو كده اسمعوها على الاي ليرنينج، تابعوا الاي ليرنينج. يلا ثانك يو فيري ماتش، اشوفكم بخير دايما يا رب. شكرا. ثانك يو. شكرا حبايبي.